أهلاً بكم مشاهدينا، نتابع هذه التغطية للتطورات في جنوب لبنان بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية هناك. وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات عسكرية برية محدودة لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله على الحدود. وأوضح الجيش أن التوغل البري يأتي بدعم من سلاح الجو المدفعية لتنفيذ ضربات دقيقة ومحددة. وفي بيان للجيش أعلن أن العملية البرية تجري وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية، وأن الهجوم البري سيتم تنفيذه على عدة مراحل بعد أن تمت الموافقة عليه سياسياً. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواقع لحزب الله تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديداً مباشراً للمستوطنات الإسرائيلية في الشمال. وأفاد مراسل الحدث أن فرقاً من الكوميندوز كانت قد بدأت منذ أمس باختراقات محدودة جداً في قرى لبنانية حدودية بغية الاستطلاع قبل أن تتقدم فجر اليوم. وكشف 3 مسؤولين إسرائيليين أن خطة الغزو البري تتضمن دخول القوات الإسرائيلية إلى شريط ضيق على الحدود. مشاهدينا، هذه الصور الآن التي تشاهدونها هي صور مباشرة للعمليات العسكرية في جنوب لبنان. إذن هناك تصاعد للأدخنة، وعلى ما يبدو هناك سماع لأصوات المدفعية. نتوقف قليلا مع هذه الصور. إذن مشاهدينا، هذه كما ذكرنا صور مباشرة للعمليات العسكرية في جنوب لبنان، مع العلم أن هذه العمليات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي بدأت فجر اليوم. وأيضا كانت هناك أقوال وأخذت قبل البدء بهذه العملية، كان هناك طلب من الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق المتاخمة للحدود. وأيضا تحدث بأن هناك فرقة الكوميندوز التي نزلت واستطلعت قبل دخول الجيش برا. طبعا الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية ستكون عملية برية محدودة ولفترة وجيزة، ولكن المعارك على الأرض هي التي ستؤكد أو تنفي هذا التصور الإسرائيلي. أيضا فقط نشير في الجانب الآخر، هذه المشاهد التي نشاهدها في لبنان، ولكن مراسل الحدث قال قبل قليل هناك إغلاق للطريق السريع الرئيسي شارع 6 كما يسمى في إسرائيل بسبب استهداف صاروخي هناك. نعود الآن إلى سياق الأخبار. الجيش الإسرائيلي قال أيضا إنه يخوض معارك عنيفة ضد حزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الهجمات البرية في لبنان تستهدف معاقل حزب الله على الحدود، مضيفا أن حزب الله حول قرى لبنانية إلى قواعد جاهزة للهجوم على إسرائيل. هذا وطالب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أهالي جنوب لبنان عدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني. وأضاف أدرعي أن منطقة جنوب لبنان تشهد قتالا عنيفا، متهما حزب الله المدنيين دروعا يتخذ المدنيين دروعا بشرية لشن الهجمات حسب قوله. إذن كما تشاهدون على ما يبدو معارك ضارية على الحدود الجنوبية اللبنانية بعد توغل الجيش الإسرائيلي هناك. حتى الآن الجيش لم يقل بالضبط هو أين يتواجد، هل وصل إلى جنوب الليطاني، تخطى جنوب نهر الليطاني الذي كان دائما ينادي بأن لا يجب أن يبتعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتطبيق القرار 1701. طبعا كل المعلومات ستتوفر لاحقا عند خروج البيانات الصحفية من الجانبين. على الجهة المقابلة أفاد مراسل الحدث بسقوط صاروخ أو شظايا صاروخ في شارع 6 وسط إسرائيل. وأفاد مراسل الحدث بسقوط صاروخ بمستوطنة المطلة وآخر فكريات شمونة. وأضاف أنه تم رصد إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية. إلى ذلك أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف قوات إسرائيلية في المطلة بنيران المدفعية، كما أعلن عن استهدافه فجر اليوم تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفر كلا بالأسلحة المناسبة.
كما أعلن استهدافه بالقذائف المدفعية قوة لجنود إسرائيليين عند بوابة مستعمرة شتولة الحدودية. نفى الجيش اللبناني انسحابه من مراكزه الحدودية الجنوبية عدة كيلومترات، وأوضح في بيان أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة له. وأكد الجيش اللبناني أن قيادته تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك معنا زياد. تفاصيل العمليات التي جاءت من حزب الله في الساعات الأخيرة، لا سيما إن تحدثنا على سقوط صاروخ أو شظايا صاروخ في شارع 6 في إسرائيل. لا، في الواقع ليس صاروخ أو شظايا صاروخ، أطلقت 10 صواريخ باليستية من لبنان تجاه وسط إسرائيل. سقطت 5 صواريخ داخل إسرائيل في مناطق مختلفة، كان هناك ثلاث إصابات على الأقل في هذه الصواريخ، وأضرار مادية في أكثر من موقع في محيط تل أبيب. وجرى اعتراض 5 صواريخ أخرى من هذه الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. هذا التطور الذي حدث عمليا على ما يبدو كان اتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. حزب الله قال إنه حاول استهداف قاعدة جليلوت للاستخبارات ومقر الموساد في تلك المنطقة. باستثناء ذلك، عشرات الصواريخ سقطت فعلا منذ ساعات الصباح على الجليل الأعلى تحديدا، منطقة صفد، ووصولا إلى تخوم طبرية. قبل بعض الوقت أيضا هناك كان إطلاق على ما يبدو قذائف هاون مجددا على مستوطنة المطلة التي تتعرض منذ ساعات الصباح إلى رشقات متتالية أو إلى عمليات على الأقل إطلاق صواريخ أو قذائف هاون تحديدا تجاه ربما القوات الإسرائيلية هناك. هذا جنبا إلى جنب مع العملية البرية، لأن ببساطة القدرة على إطلاق الصواريخ ليس لها علاقة بالعملية البرية، لن تتأثر. كل هذه الصواريخ حتى قصيرة المدى تطلق من شمال الليطاني وصولا إلى البقاع وشمال لبنان. هل هناك معلومات، يعني مسؤول أمن إسرائيلي كان يصرح ويقول بأنه لم ترد أي تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية؟ طيب، هل وضح أين وصل الجيش الإسرائيلي؟ هل يتوقف جنوب نهر الليطاني، تعدى نهر الليطاني أم ماذا؟ طبعا كل البيانات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تؤخذ كمحدودة الضمان حاليا، لأنها في إطار تعتيم كامل على ما يدور داخل العملية البرية، بسبب أنها لا تريد أن تؤثر على عمل القوات الإسرائيلية في تلك المناطق. لكن الواضح على ما يبدو أقله من المتابعة لما يحدث أن التوغل هو في الأساس في المنطقة المقابلة تماما لما يسمى بإصبع الجليل، مستوطنات المطلة ومسقاف وكفار جلعدي، بما يعني مثلث القرى كفار كلا، العديسة والخيام. في تلك الآن بينما نتحدث تجدد القصف على المطلة، إذن في تلك المنطقة أساسا التوغل الأساسي الذي يتم، لأنها ببساطة منطقة كاشفة تماما ومباشرة تماما بعمق كيلومتر إلى 2 التوغل في تلك المنطقة. كما أعلن الإسرائيليون العملية محدودة وهدفها مزدوج. الهدف الأول هو محاولة منع قدرة حزب الله القائمة عمليا على اجتياح الجليل والدخول عبر الأنفاق التي تتواجد في تلك المنطقة، والهدف الثاني منع ما يسمى بإطلاق صواريخ الأفقي، أي صواريخ الكورنيت والمضادات للدروع التي تطلق مباشرة من مدى بسيط تجاه المستوطنات والآليات الإسرائيلية في محيط هذه المستوطنات. هذه الأهداف لهذه العملية تحديدا. نعم. طيب زياد، هل هناك أي مخاوف إسرائيلية من أن يتوغل الجيش الإسرائيلي ويقع في فخ نصبه له حزب الله منذ 16 عاما؟ أم هذا الأمر مستبعد ويثقون بقدراتهم الجوية طبعا بجانب التقنية التي استخدمت لاختراق الحزب بشكل كبير؟ قد يركنون إلى الاختراقات وما إلى ذلك، لكن في المعطيات على الأرض ما يقلق الإسرائيليين هو أنه قوات الرضوان كان نحو 5 إلى 6 آلاف عنصر يتواجدون في المنطقة الجنوب الليطاني في خلال هذه المواجهة. التقديرات لدى الإسرائيليين بأن نصفهم ابتعدوا شمالا والنصف الآخر ما يزال، بمعنى 3 آلاف مقاتل لديهم تسليح عالي وربما أيضا أسلحة
يمكن أن تستخدم مضادات للدروع وما إلى ذلك، وبالتالي هذا مصدر قلق. في الإسرائيليون لا يستخفون أبدا بما قد يحدث في هذه العملية، ويأخذون في الحسبان إمكانية أن تتعقد وأن يكون هناك خسائر للجيش الإسرائيلي الذي يتقدم في تلك المناطق. نعم، شكرا جزيلا من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا لك. أنتقل الآن إلى البقاع، ينضم قبل أن يأتي معنا من بيروت أستاذ القانون الدولي. طيب، نحن الآن ننتظر أن يتواجد معنا الضيوف، ولكن نعلق مباشرة كما تشاهدون هذه صور للعمليات العسكرية في جنوب لبنان. إذن هذه مباشرة للعمليات العسكرية في الجنوب. طبعا نشير مشاهدينا بأنه العملية البرية للجيش الإسرائيلي بدأت فجر اليوم. يقول الجيش الإسرائيلي بأنها عملية برية محدودة وخاطفة وربما سريعة، وأيضا الهدف منها هو التحطيم أو تدمير أنفاق حزب الله والقضاء على بعض الأسلحة المتواجدة هناك. جدير بالذكر أيضا نذكر بأنه ما تقوم به إسرائيل الآن حسب ما هم يتحدثون الجانب الإسرائيلي بأن يرغبون في تطبيق القرار 1701 بقوة عسكرية، وهو إبعاد حزب الله ونزع السلاح منه وتدميره وإبعاده طبعا إلى شمال الليطاني، وذلك حفاظا على المستوطنات الشمالية حتى لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر في مرة أخرى من على 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 إسرائيل من الشمال من الجنوب اللبناني. حتى نتعرف أكثر على العملية العسكرية وتحديدا تفاصيلها على الأرض، في الاستوديو معنا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد عوض الزعبي، ومعنا من بيروت الكاتب الصحفي الوجدي العريضي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك ضيفي في الاستوديو سيد أسعد. أريد أن أسألك الآن، لماذا الجيش الإسرائيلي قال بأنه العملية العسكرية في قطاع غزة تختلف كليا عما يجري في الجنوب اللبناني، ووصف العملية في الجنوب اللبناني بأنها أصعب بكثير من قطاع غزة، بالرغم من أنه أقدم على اختراق الحزب؟ ما الذي يخشاه إذن الجيش، ولماذا دخل برا إن لم يكن واثقا حتى الآن من عمليته؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والسيد الضيف. أنا هذا الكلام تحدثت أن هناك حقيقة في صعوبة، وهذا حقيقة ما أخر القرار الإسرائيلي بقضية الهجوم، وربما إلى الآن يعني عندما نتحدث عن هجوم ليس بالضرورة أن يبدأ الهجوم. هناك كثير حقيقة من المشاكل والاختصاء والخواص التي تميز هذه الجبهة عن بقية الجبهات. الجبهة اللبنانية هي عبارة عن تضاريس وعرة، جبال مرتفعة، وكذلك الأمر أيضا الجبهة الإسرائيلية يعني هناك مجابهة بشكل مباشر من الشمال إلى الجنوب، وهناك مجابهة مع أصبع الجليل من الشرق إلى الغرب، وبالتالي المحاور التي يمكن أن تتحرك عليها إسرائيل محاور ثلاث ليس أكثر من ذلك. ليست الأرض مفتوحة كقطاع غزة. ثم يجب أن نعلم أو يعلم الجميع أن هناك جهازين من الحواجز الهندسية، جهاز الهندسية التابع لإسرائيل والذي تقريبا يعني عرضه أكثر من 800 متر، وهناك جهاز حواجز هندسية تابع لحزب الله وأيضا يعني عرضه لا أقل عن 300 متر. وضح إيه هو الحواجز الهندسية؟ جهاز الحواجز الهندسية مجموعة من حقول الألغام مختلفة ميم ألف أو ميم دال، من الخنادق العريضة أو العميقة، من مجموعات من الأشرطة، شرطان يعني أسلاك شائكة مكهربة أو أوتوماتيكية. إذا هذه تعيق حقيقة تقدم دبابات أو حتى أفراد، وبالتالي عند أبدأ عملية هجوم بدأ أي عملية هجومية يجب أن يكون هناك فتح ثغرات ضمن هذه الخطوط، خطوط الحواجز الهندسية، في حال أن يكون هناك تمهيد جوي ومدفعي صاروخي يغطي القوات المهاجمة. اليوم نحن يعني يجب أن نتحدث عن النتائج التي قطفتها إسرائيل من خلال هذا القصف الجوي الكثيف. استطاعت أولا أن توقف أو تلغي ما سميت عند حزب الله بقضية توازن الرعب، هذه النظرية التي زرعها حزب الله في عام 2006 أو حققها. اليوم هذه النظرية تلاشت تماما عند حزب الله. كذلك الأمر أيضا إسرائيل من خلال الطلعات الكثيفة الجوية والصاروخية التي دمرت فيها البنية التحتية ومستودعات الأسلحة وكثير من القوى الحية، استطاعت أيضا أن يعني تستعيد جزء من الردع النووي التي كانت تملكه، وبالتالي حقيقة هذا الكلام أو دلالات هذا الكلام تراجع الحوثي، صمت بشار الأسد، تراجع حتى المرشد الإيراني. إذا هذا يدل على أن إسرائيل بدأت تستعيد جزء من قوة الردع. والأهم من ذلك حقيقة إسرائيل استطاعت خلال الأيام الأخيرة الماضية أن تدمر كل الأهداف النوعية، الأهداف التي بتدميرها تنخفض القدرة القتالية للطرف الآخر. إذن اليوم حزب الله لم يعد يملك أي أهداف تستطيع أن ترفع من سوية القدرات قدرات حزب الله، إلا باستثناء ربما
القدرة الصاروخية. أعود إلى مواصفات الجبهة. مواصفات الجبهة عندما نتحدث عن أنفاق عميقة، هذه الأنفاق لا تتأثر بصواريخ أو بقنابل MK-84 أو حتى بقنابل جوبيو أو قنابل LBU. إذن هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أيضا المناطق مفتوحة، هناك يعني جبهة عرضها 79 كيلومتر تسمح لقوات حزب الله بالمناورة سواء كان بالقوى أو الوسائط، وكذلك أيضا هناك مقاطع مائية، بمعنى لدي أنا نهر الوزاني، لدي نهر الليطاني. إذا كل هذه عبارة عن معيقات بتقدم القوات الإسرائيلية. أعود إلى ماذا تقصد إسرائيل أو ماذا كيف ستعمل إسرائيل. ستعمل إسرائيل مستفيدة أولا من تجربة عام 1982 عندما تقدمت على 3 محاور، المحور الأول باتجاه عيون ومن ثم بحيرة القرعون أو أحيانا منطقة السلطان يعقوب، والمحور الثاني في المنتصف باتجاه مرتفعات طبعا غرب شرق سور، والمحور الثالث كان على المنطقة الساحلية من رأس الناقورة باتجاه سور. اليوم هذه المحاور الثلاث لا تستطيع أن تتقدم عليهم إسرائيل حتى لو استخدمت إنزالات جوية وإبرارات بحرية، إنما إسرائيل ستستخدم طريقة، وأنا أؤكد هنا على هذه الطريقة، إسرائيل ستستخدم طريقة تسمى الخطوة أو الخطوات المتتالية، حيث يكون فوق كل مجموعة من العناصر المشاة 4-5 عناصر مشاة ستكون هناك مروحية ميمدال أو مروحية دعم ناري أو مروحية اقتحام، لأن الطيران لا يعمل في هذه الظروف باعتبار أن المسافة بين القوات هي مسافة قريبة. وبالتالي إذا إسرائيل ستستخدم ربما طريقة يعني الحرب الجوبرية، بمعنى جزء جوي وهو يتمثل بحوامات، وفي حالة الدعم بالتأكيد سيقوم الطيران الإسرائيلي بالدعم خلف الخطوط بمعنى داخل الأراضي اللبنانية، وهذا حاليا لا تحتاجه إسرائيل. لماذا؟ لأنه لا يوجد حاليا عند حزب الله يعني اهداف او قدرات نوعيه تستطيع حقيقه ان تخفف هجوم قوات اسرائيل من الجبهه، انما خوفا من ان تتعرض اسرائيل لاي مغامره كالتي تعرضت لها في غزه، ربما تتقدم بشكل بطيء بمعنى طريقه السحفات، ستتقدم قليلا ثم تتوقف لتقدر الموقف، بعد ذلك ستتقدم اذا سمح ذلك الوقت. وبالمناسبه يعني اسرائيل استخدمت هذه الطريقه عام 1982 وتقدمت الى بيروت، وهذه أيضا الطريقة الأخرى. يعني اليوم ولكن إسرائيل، ولكن التقدم عام 1982 إلى بيروت كانت الأوضاع مختلفة، يعني كان أساسا حتى لو جينا قارناها الآن بما يجري في عام 2082 و2006 و24 قدرات حزب الله مختلفة، حتى وإن اخترقتها إسرائيل بهذا الشكل من ناحية تكنولوجية، ولكن هي لم تقضي على كافة الترسانة العسكرية الموجودة لدى الحزب، والحزب لم يستخدم كل الصواريخ المتواجدة لديه الدقيقة والطيارات المسيرة الدقيقة، والدليل اللي شاهدناه قبل قليل كانت هناك مجموعة من الصواريخ البالستية التي سقطت في وسط إسرائيل. طبعا إذا كنت سمعت زميلنا وهذا سيدفع إسرائيل إلى التقدم ببطء خطوة خطوة كتقدم السلحفات أولا، ثانيا أيضا حتى عام 1982 كانت هناك قوات فلسطينية وكانت هناك قوات سورية، كانت هناك الفيلق الثاني السوري، إذا كانت هناك قوات لا بأس فيها وحتى أسلحة حديثة، لكن اليوم حزب الله فقد القدرة على اتخاذ القرار وفقد المبادرة على تنفيذ القرار، وبالتالي يعني حزب الله لا يوجد لديه إلا قوة صاروخية ولا يستطيع أن يخرج خارج الأرض، لديه فقط قضية الأنفاق أو الاختباء. لماذا؟ لأن الكثافة النيرانية للقوات الإسرائيلية سواء بالمدفعية أو حوامات الدعم الناري، لدى إسرائيل 4000 حوامات دعم ناري أو حتى الطيران الجوي، وهناك صواريخ مختلفة. طيب. إذا لا يعني ستمنع حزب الله من الظهور فوق الأرض، ومن يكون تحت الأرض لا يستطيع أن يتخذ قرار كمن هو فوق الأرض. طيب اسمح لي أنتقل إلى بيروت مع الكاتب الصحفي وجدي العريضي. سيد وجدي، كيف هو تقييمك لما يحدث الآن في الجنوب اللبناني؟ أريد أن أسمع وجهة نظرك في كل هذه التطورات وأيضا ما ذكره ضيفي السيد أسعد. تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بصراحة يمكن القول أن اللعبة مفتوحة على كافة الاحتمالات. لست بخبير عسكري، لقد شخص الوضع القائم، لكن أنا معك في جزء أشرت إليه أن الأمور مختلفة لدى الاجتياح الإسرائيلي العام 1982. هناك قوة ضاربة، هناك قدرات قتالية لحزب الله، سلاح نوعي، بدليل القصف لا زال مستمرا في العمق الإسرائيلي، ولكن أيضا في المقابل أن إسرائيل لديها سلاح نوعي يستعمل للمرة الأولى وتكنولوجيا، لأن الحرب تخاض استخباراتيا تكنولوجيا معلوماتيا. أضف إلى ذلك أن معظم وغالبية قيادات حزب الله قتلت واغتيلت، وفي طليعتهم أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله، لذلك هذه الأمور قد أثرت على مسار المعركة. لكن بالأمس خرج نائب الأمين عام الحزب وأكد استمرار الحزب على قدراته ولديه الجهوزية التامة. ما يجري في الجنوب اليوم هو مقدمة لاجتياح بري، إنما أعتقد أن ذلك سيكون محدودا، وهذا ما علمته من أحد المسؤولين اللبنانيين الذي التقى بوزير الخارجية الفرنسي، قال لي يبدو أن هناك قبة باط إذا صح التعبير
كبير بين مزدوجين، أمريكية أوروبية، لتقوم إسرائيل بعملية محدودة وأرض معزولة تسيطر عليها، تكون بمثابة نقطة التفاوض مع حزب الله لينسحب حزب الله، وبالتالي يكون هناك انتشار للجيش اللبناني معززا مدعوما من الأمريكيين. طيب، والفرنسيين، لأن فرنسا لا يمكنها أن تقوم بأي دور دون واشنطن. طيب، ما وضح ما هي هذه النقطة التي سيتفاوض فيها الجيش الإسرائيلي مع الجانب حزب الله؟ لا، يعني لن يصل، يعني أقصد أنه لن يصل إلى جنوب الإطار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة أنا فاهمة. نعم، سيد وجدي، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مفوض من حزب الله. أيوة أنا فاهمة. نعم، النقطة. لا، أنا أتحدث الآن النقطة التي ممكن أن يصل إليها الجيش الإسرائيلي وعلى أساسها يبدأ التفاوض. إذا وصل، إذا دفع نعم، حزب الله قد يصل إلى حدود الليطاني وما بعد حدود الليطاني. ما بعد حدود الليطاني. نعم، قد يصل إلى شمال الليطاني. نعم، وربما ما بعد حدود الليطاني، لكن ليس اجتياحا بريا على غرار 1982 عند وصلت إسرائيل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق كثيرة. العملية محدودة وتهدف للوصول إلى التسوية، وتفرض شروط، إسرائيل تفرض شروطها. هذا ما قد يحصل. طيب، وينتشر الجيش اللبناني، لأن هناك معارضة لانتشار الجيش اليوم. هل يقبل حزب الله بأن ينتشر مثلا الجيش اللبناني اليوم؟ الرئيس نبيه بري يفاوض باسم حزب الله وقال ما اتفقت عليه مع السيد حسن لازال مستمرا، واليوم بدأت الاتصالات من رؤساء الكتل النيابية مع رئيس المجلس. هناك حديث واضح في لبنان يهدف إلى انتشار الجيش. ولا ننسى أن رئيس وزراء قطر اتصل بقائد الجيش العماني جوزيف عون. هذه دلالة تحمل الكثير من المعطيات. رئيس الوزراء يتصل بنظيره اللبناني، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ما يحمل أكثر من دلالة بأن قطر لا زالت على موقفها لوصول قائد الجيش أو مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري إلى رئاسة الجمهورية. هناك تواصل وتوافق عند الكثيرين اليوم ليكون هناك جلسة في مجلس النواب وينتخب الرئيس مواجهة ومجابهة تحديات المرحلة، وتحديدا التسوية. ولكن التسوية تأتي على الحامي. طيب، تأتي بعد حرب طاحنة. وهذا ما يحصل اليوم. طيب، هل معنى كلامك أن الجلسة تبع مجلس النواب هي غير مرهونة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي؟ هي تهيئة الأجواء. عندما إسرائيل تجتاح بريا وتصل إلى أمكنة محددة لها، أي عملية محدودة، عندها تبدأ المفاوضات وينتخب الرئيس وينتشر الجيش وتنسحب إسرائيل. لن تبقى إسرائيل في الجنوب، ستتعرض لعمليات، وهذا ما جربته بعد الاجتياح الإسرائيلي وصولا إلى حرب التحرير في العام 2000. طيب، هناك سيناريو يدرس بعناية فائقة من الأمريكيين، من الفرنسيين، من المجتمع الدولي، مرفقا بعملية برية تقوم بها إسرائيل ومدعومة أمريكيا. وهذا ما قاله لي اليوم مسؤول فلسطيني كبير عندما سألته ما هي دلالة قصف المخيمات وتحديدا عين الحلوي. قال ذلك يصب في دائرة استهداف واغتيال شخصيات فلسطينية تدعم المقاومة في الضفة الغربية وفي الداخل اللبناني، لكن ليس هناك عمليات كبيرة. نعم، لاجتياح المخيمات، بل عملية برية محدودة وبغطاء أمريكي. هذا ما يحصل اليوم وصولا للتسوية. سيدفع لبنان فواتير باهظة على صعيد الخراب والدمار والتهجير والقتل وسوى ذلك، وهذا ما يتبدى راهن اليوم للوصول إلى التسوية. طيب، هي كلفتها كبيرة، لكن بالمحصلة هناك تحرك دولي في هذا الإطار. طيب، هل الموضوع ممكن يخفف من وطأته على لبنان إذا فصلت الجبهة الجنوبية أو الجبهة الجنوبية عن ما يجري داخل قطاع غزة؟ لأنه إلى يوم أمس عندما تحدث نائب حزب الله ربط الجبهتين ببعضهما البعض، وأيضا رئيس الحكومة نفس الشيء ربط الجبهتين ببعضهما البعض. صحيح، كان يقول السيد حسن نصر الله نحن نوقف القتال في مواجهة إسرائيل عندما تتوقف الحرب في غزة، وعاد وكرره نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وقاله بالأمس أحد نواب حزب الله نحن مستمرون على ذات الخطى، أي المواجهة والمساندة والمشاغلة. لكن في المفاوضات الجارية هناك محاولات لفصل جبهة الجنوب عن غزة. هذه محاولات أمريكية، فرنسية، وأيضا من دول عربية كثيرة. نعم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في الأجواء
بمعنى أنه يتبلى المفاوضات عن حزب الله. وقال الرئيس بري ما اتفقت عليه مع السيد حسن نصر الله لا زال قائما حتى اليوم. وهناك ضغوطات من أطراف داخلية ودولية لفصل هذه الجبهة. والأولوية ربما يجتمع مجلس النواب في جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس. يكون هناك حوار لساعات ومن ثم ينتخب الرئيس وعندها ينتشر الجيش في الجنوب. لذلك أكثر من سيناريو مطروح على بساط البحث. لكن باعتقادي إسرائيل ستواصل عملياتها البرية وعملياتها العسكرية بشكل عام. لماذا؟ هناك ضوء أخضر أمريكي، هناك وقت ضائع لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية. طيب. هناك دعم أوروبي وتحديدا سيد وجدي على ما يبدو وهذا في تصعيد. ما يؤدي إلى اسمح لي في تصعيد الآن عسكري على الحدود. الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عشرات القرى جنوب لبنان إخلائها. إذن أول قرية يارون، عين إبل، مارون الراس، سيري، طيري، حداثة، وعيت الجبل، وأيضا الجميجمة، وتولين، دير عامس، برج ألوي، البياضة، زبئين، جبال البطم، صربين، شعيتية، كنيسة الحنية، معركة، خندورية، دير آنون، ملكية الساحل، برج الشمالي، إبل السقي، صريفة، دير آرون النهر، العباسية، الراشدية، بنت جبيل، عيترون. إذن هذه هي القرى التي طلب الجيش الإسرائيلي من سكانها الخروج. أكرر، إلى سكان القرى يارون وعين إبل ومارون الراس وطيري وحداثة وعيت الجبل وجميجمية وأيضا تولين ودير عامس، برج قلوية، البياضة، زبئين، وجبال البطم، وصربين، والشعيتية، وكنيسة الحنية، ومعركة غندورية، وغيرها طبعا من القرى. يعني أكيد سمعتي، هل هذا دلالة على امتداد يعني الخطوة التالية للجيش الإسرائيلي برا بدأت؟ وما هي من وصفك وتقديراتك سيد أسعد؟ تمام. أولا هذا يؤكد يؤكد النظرية العسكرية الإسرائيلية، معروف تماما خلال الحروب السابقة مع إسرائيل سواء بال 67 أو بال 73 أو 1982. نظرية إسرائيل دائما حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن بالتوقف أو وقف إطلاق النار كانت القوات الإسرائيلية تتقدم، لأنها تعلم كل متر تكسبه ستصل إليه. وبالتالي نقول الحرب مع جنوب لبنان ستتوقف عند، لا نقول عند إصدار قرار مجلس الأمن ولا انتخاب رئيس الجمهورية، إنما فقط عندما تتوقف قدرة الأعمال القتالية العسكرية الإسرائيلية على التقدم. نعم. لأنها تملك أولا يعني غطاء عسكري، قدرات عسكرية بفارق القوى ما بينه وبين حزب الله، كما تملك أيضا غطاء سياسي وعسكري. وبالمناسبة يعني نتنياهو يعني حقيقة الجشع لقضية التقدم الحرب. اليوم هو يملك أدوات، لديه قوة. الأداة الأولى هناك دفع لمزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة وهذا يعطيه قدرة عسكرية. بس هل ممكن تدخل هذه القوات الأمريكية إلى الوقوف بجانب لبنان، بجانب إسرائيل في توغلها في لبنان؟ في الحروب السابقة تدخلت ولم تكن ظاهرة على الشاشة. متى وأيضا ممكن حتى تتدخل؟ الآن تتدخل. لا لحظة، خلينا نفصلها هذه. نعم. متى ممكن تتدخل إذا كانت إيران أرسلت القوات التي تحدثت عنها لتقاتل بجانب حزب الله في مواجهة إسرائيل؟ نعم. هنا ممكن يتدخل الجانب الأمريكي؟ تمام. طب طبيعة معليش عشان أيوة أفصلها. أوكي. طبيعة التدخل وكيف راح يكون التدخل؟ هيدعموهم إزاي؟ تمام. هناك يعني قطعة بحرية أمريكية موجودة في البحار. أي إنزال أو تقدم للقوات الإسرائيلية هو يحتاج إلى دعم بحري ودعم جوي. الدعم البحري يمكن أن تؤمن القوات البحرية، وهذا حصل في غزة، وهذا حصل في غزة وحصل عام 1982، وممكن يحصل في أي لحظات. يعني وجود القوات الأمريكية موجودة في المنطقة هو لدعم القوات الإسرائيلية. وذلك يعني عندما تصرح بايدن قبل أيام بدفع مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، لماذا دفع؟ من أجل أن تدعم القوات الإسرائيلية. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى أيضا عندما تتحدث عن القوات الإيرانية التي تحدثت بأنها كملكة ميليشيات إيرانية، إسرائيل تخشى
أن يكون عليه التفاف أو تسرب من محور شبعة أو مزارع شبعة من منطقة الجبل، حيث أنه ثبت مؤخرا أن هناك ميليشيات إيرانية وصلت إلى هذه المنطقة. ولذلك قبل قليل قلت أن المحاور التي يمكن أن تسير فيها إسرائيل محور ساحلي ومحور وسطي، لن تتقدم إسرائيل على محور بحيرة القرعون أو مرجعيون. هذا المحور يعتبر خطر لأن هناك تواجد للميليشيات الإيرانية. أعود إلى قضية لماذا نتنياهو يصر على قضية التقدم خطوة خطوة ولن يتوقف. أنا أقول لبيروت عفوا، سأعطي دليل على هذا الكلام. دليل أن أولا بايدن هو يدعم بالأسلحة والقنابل الحديثة المتطورة إسرائيل، وأيضا إن ظهر ترامب على الساحة فمحروف نظرية ترامب بضرورة توسيع أرض إسرائيل، فربما ترامب إذا وصل للرئاسة سيقول لنتنياهو تقدم باتجاه بيروت، بل تقدم باتجاه دمشق وباتجاه أغوار الأردن. إذن هذا ما يعتمد عليه إسرائيل. ولذلك عندما نقول إلى أين يمكن أن يكون الهجوم الإسرائيلي، أقول الهجوم الإسرائيلي مفتوح بناء على النجاحات التي تحققها القوات أثناء تقدمها خطوة خطوة، وأقول خطوة خطوة تقدم السلحفات. بعد كل خطوة هناك تقدير موقف ومن ثم ممكن. طيب هذا الكلام جميل، أنا أريد أن أسألك الآن، إذا كان الجيش الإسرائيلي تفوق بالطيران وتفوق بالاستخبارات وتفوق بالتكنولوجيا والتجسس والاختراقات لداخل الحزب واغتال أمينه العام، حقق انتصار لا يمكن أن ننكر، وأيضا هذه يعني إحساس الهزيمة حتى وإن كانت بسيطة ذكرها نعيم قاسم وقال ولكن ما تعرضوا له، لو تعرضت له تتعرض له دول ربما تنهار حسب قوله طبعا، ما الذي يجعل إسرائيل إذن تدخل برا وهي تعلم بأنه قد يكون ذلك فخ لأنه هي اغتالت أسماء وقيادات، ولكن هناك صفوف ربما مدربة تدريب عالي على القتال البري؟ وذكر الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، قبل ثلاثة أيام تقريبا، قال برر توغله برا بسبب وجود بعض من عناصر كتيبة الرضوان على الحدود. تمام، هل سيدخل الجيش الإسرائيلي هنا في حرب شوارع كما حدث في قطاع غزة؟ لأنه هو ما حقق انتصار على حركة حماس بالمناسبة. تمام، هذا الكلام حقيقة يحتاج إلى تفصيل بشكل كبير. هذا التفصيل أقول لك أولا وقبل كل شيء، إسرائيل قبل قلت حققت ثلاث أو أربع يعني شروط عسكرية لنجاح أعمالها القتالية. أحد هذه الشروط تدمير القدرات العسكرية أو تدمير أهداف الأفضلية الأولى التابعة لحزب الله، وبالتالي هذا أعطى لإسرائيل تفوق عسكري بالقدرة القتالية، هنا أولا. ثانيا أيضا يعني إسرائيل ألغت ما يسمى نظرية زرع الرعب. زرع الرعب أن يقدم حزب الله على أي عمليات نوعية دون النظر إلى نتائجها. اليوم حزب الله غير قادر على تنفيذ أي عمليات نوعية، ونرى حقيقة يعني أولا هو خفف كثيرا من إطلاق الصواريخ الكاتيوشا والجراد على الجبهة، وكذلك أيضا حتى الصواريخ النوعية التي يطلقها لا يطلق على أهداف محددة، هنا يطلق عبثيا. يعني اليوم نحن لم نسمع عن تدمير أو أهداف ذات أفضلية أولى في إسرائيل. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، تقدم القوات الإسرائيلية بهذه المحاور التي حددها، وهناك دفع أكثر من ثلاث فرق إسرائيلية، والفرق الإسرائيلية لا يعني تحوي لا أقل من 280 دبابة، أي لديها أكثر من 700 دبابة 800 دبابة، هذه تتقدم على المحاور الرئيسية. وبالمناسبة إسرائيل غيرت وجهة نظرها في الحروب. إسرائيل تعودت أن تكون بحرب من الحركة لأنها تعتمد على الدبابات. اليوم إسرائيل ثبتت قواتها في مناطق انطلاق وستسير قليلا قليلا وتدفع أمامها قوات مشاة، قوات مشاة مع الإنزالات. هذا يعني على الأقل سيلغي، إن لم يكن كل المفاجآت سيلغي غالبية المفاجآت التي يمكن أن يحقق حزب الله. ممكن تستخدم أسلحة محرمة إسرائيل؟ سلاح الإرباك الشامل هو سلاح محرم الذي استخدمته في قضية تفجيرات، هذا هو سلاح غير مرغوب أو غير مسموح عالميا. وأيضا حتى القنابل شديدة الانفجار المطرقة التي كانت يعني تستخدم بقضية الأنفاق، يعني لم يكن إلى الآن العلم العسكري لم يكن ليستخدمها لأنها تؤثر كثيرا، وربما هناك بعض القنابل يعني تحمل رؤوس من اليورانيوم المخصب بنسب قليلة جدا يعني من أجل عملية يعني قنبلة نووية مصغرة جدا 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 وتسمى قنابل تكتيكية عادة. لكن أعتقد أنه يعني لا شك أن عملية القتال في الجبال من أصعب أنواع القتال. طب هي منطقة وعرة، أنا هرجع للتحليل. هذا الكلام بس خلينا ننتقل الآن إلى الزميلة غنوة يتيم معنا من بيروت لنستطلع معها الوضع على الصعيد السياسي وأيضا إن كانت هناك أي تطورات عسكرية في الضاحية. تفضلي يا غنوة، الكلمة لك.
لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على ضاحية بيروت الجنوبية. اللافت قبل قليل كان البيان الذي أصدرته اليونيفيل، وبأنها اعتبرت موضوع التوغل البري الإسرائيلي هو انتهاك لسيادة لبنان، وأيضا انتهاك للقرار 1701. وأعلنت أيضا بأن يعني قوات اليونيفيل متواجدة في المكان رغم صعوبة العمل، مذكرة بأهمية الحفاظ على سلامة يعني القوات العاملة في تلك المنطقة. منذ الصباح كان الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل قد عمل على تأمين طريق الراغبين بمغادرة مرجعيون، خاصة بعد قصف طريق حسبية. أيضا قبل قليل كان حزب الله قد أصدر بيان أعلن فيه عن استخدام صواريخ تستخدم للمرة الأولى، وهي صواريخ فادي 4. حزب الله اليوم كان قد أصدر 7 بيانات عن يعني استهداف مواقع عسكرية وأيضا مناطق وصل فيها إلى تل أبيب، كما كانت قد أعلن عن إغلاق تلك الطريق، طريق سريع هناك بحسب ما رأيناه من فيديوهات انتشرت أيضا في لبنان. ولكن الحديث عن التوغل البري حتى الآن لا تزال معلوماته غير معلومة بشكل تام في لبنان، لا يوجد معلومات كافية ما إذا كانت الجيش اللبناني بالفعل تمكن من التوغل. ولكن أيضا كان قد أصدر قبل قليل إنذار لسكان بعض القرى مثل القرى الحدودية بمغادرة تلك القرى التي يستخدمها حزب الله وعدم العودة إليها قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإعلامهم بذلك. شكرا لك من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. قبل أن نعود إليك يا أستاذ أسعد، سأنتقل إلى بيروت الكاتب الصحفي وجدي العريضي. سيد وجدي، مصادر الجيش الإسرائيلي يخطط للوصول إلى 500 متر داخل الأراضي اللبنانية. إذن يخطط للوصول إلى 500 متر داخل الأراضي اللبنانية، وقبل قليل أيضا اليونيفيل قال أي عبور إسرائيلي عبر الحدود هو انتهاك لسيادة لبنان. في توضيح، ما الذي ممكن أن يحدث دوليا إذا اخترقت الحدود 500 متر كما يقول الجيش الإسرائيلي؟ صحيح، هذا تحول نوعي في موقف اليونيفيل، وهذا بيان صادر عن هيئة أممية رفيعة المستوى، لأن قوات اليونيفيل هي تشرف على حفظ الأمن وعلى تطبيق القرار 1701 أو اختراق هذا القرار، وترفع تقارير إلى هيئة الأمم المتحدة. لكن أنا أسأل، متى التزمت إسرائيل بالقرارات الدولية؟ هي تضرب القرارات الدولية عرض الحائط. أكان آنذاك القرار 425 في حقبة السبعينات وصولا إلى كل القرارات انتهكتها وضربتها عرض الحائط. إنما هذا بيان مهم ويؤكد المؤكد بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحرك. ولكن أنا هنا أشير إلى أن ما تفضل به ضيفك الكريم قال أمور جد مهمة، وهو يبدو مطلع على طبيعة الأرض اللبنانية عسكريا واستراتيجيا. وأيضا يؤكد المؤكد أن إسرائيل اتخذت القرار بالهجوم البري من خلال تحذير سكان هذه القرى. ومرفقا بالأمس بغارات كبيرة على دمشق وبعض المناطق في لبنان التي تقصف للمرة الأولى كأبل السقي وأيضا حصبية، بمعنى أنها تفتح الطريق للسكان للمغادرة، هذا بمثابة تحذير. لكن هناك وضع مغاير عن اجتياح 82 وما سبقه خلال عملية ليطان 78، أي تعتمد تكتيكا استراتيجيا جديدا من الأجواء وحتى بريا، خلافا لكل المعارك التي حصلت تحديدا معركة مارون الراس والدبابات واستعمال الكورنيت. لذلك طبيعة المعركة التي تقوم بها أو تنوي شنها إسرائيل مغايرة، ولكن أيضا كل ذلك مرفقا بغطاء دولي وأمريكي، بمعنى القرار متخذ وبقبة باط أمريكية وبريطانية وأوروبية، وهذا ما سنشهده خلال الساعات المقبلة مع تنوع العمليات العسكرية الميدانية. طيب، الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب اجتياح بري واسع النطاق إلى لبنان. سيد أسعد، يعني هم يحذروهم بس باجتياح واسع، يعني ممكن المسافة أو الخطة التي عرضتها إسرائيل على واشنطن قبل هذا الاجتياح مقبولة، ولكن أنا سؤالي هنا، ما الذي يضمن بأن الجيش الإسرائيلي طالما المنطقة وعرة وطالما هناك تدريبات وأسلحة لم يتم استخدامها حتى الآن من جانب حزب الله بوجه إسرائيل، أن يدخل حرب شوارع أو حرب استنزاف، يعني يجر إلى هذه المعركة؟ تمام.
اولا يعني اسرائيل يعني خلال هذه الفترات الطويله الزمنيه التي تمكنت من دراسه اولا مسرح الاعمال القتاليه، ومن ثم دراسه كل ما لدى الطرف الاخر من عوامل القوه، يعني يكفي ان نقول انها وصلت حتى الى زعيمهم او وصلت الى منازلهم او يعني حتى اذا كل هذا العمل الاستخباراتي الكبير الذي قامت به اسرائيل اعتقد لم يقدموا على اتخاذ قرار الدخول في يعني البري الا بعد التاكد تماما من نجاح هذه الاعمال القتاليه، ورغم ذلك وضعوا في اعتبارهم كثير من الامور، اهمها يعني تعرضهم لمفاجات كالتي حصلت في غزه. ثانيا وهو الاهم يعني هنا قبل قليل كنت اسمع حديثا ان ربما يعني يمنعوا هجوم حزب الله باتجاه اسرائيل، حزب الله لن يقدم على هجوم لان لا يسمح يعني العوامل الموجوده لحزب الله المتوفره لا تسمح بتنفيذ اي هجوم كما حصل في غزه، فالاراضي مختلفه والطبيعه مختلفه والقوات مختلفه. اعود الى قضيه مهمه جدا، قضيه يعني الاشتباكات التي سترغم يعني ربما حزب الله سيرغم اسرائيل على الدخول في قتال قريب. لذلك اسرائيل طلبت من سكان المناطق الاخلاء لان يعني احيانا الحاضنه الشعبيه قد تكون يعني مساعده تماما رديفه للقوات التي تحارب، بمعنى قد تقدم تسهيلات اسعافيه، قد تقدم تسهيلات طعاميه، وبالتالي ابعادهم سيسمح للقوات الاسرائيليه باستخدام سياسه الارض المحروقه. لن تقدم القوات الاسرائيليه تقدم متر واحد الا حتى تتاكد تماما ان الطيران والمدفعية والصواريخ قد أزالت كل عائق موجود في هذه المنطقة، ولذلك يعني تقدم بطيء 500 متر، يعني عادة عندما تكون المناطق محصنة تماما لدرجة عالية من التحصين ستكون وتيرة الهجوم يعني لا أكثر من 200 إلى 300 متر. اليوم هي مناطق جبلية، حتى لو كان في تحصين فتحصين طبيعي، وبالتالي رغم ذلك فسرعة هجوم القوات الإسرائيلية هي سرعات بطيئة. لماذا؟ لأن لا تريد أن تتعرض لأي مفاجأة. أو أضف إلى ذلك هذا معناه أنه هي لن تكون عملية خاطفة. أضف إلى ذلك إذا هم يمشوا في منطقة وعرة خطوة وعندهم تقديرات للتقدم هذا معناه بأنها ليست معركة خاطفة ولن تكون معركة ممكن تمتد بأن تكون طويلة المدى ولا لا، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. كلما طالت هذه المدة كلما كان يعني حزب الله أولا عاجز تماما عن الاستمرارية. حزب الله كان يعتمد على القدرة الصاروخية والمسيرات والقيادات، اليوم لم يعد بإيد حزب الله أي أداة من أدوات التي تساعد على إطالة الحرب. يعني كانت كان حزب الله كان يعني يعول على أن إسرائيل لا تريد إطالة الحرب، اليوم إسرائيل هي من تريد أن تعول على إطالة الحرب بسبب الدعم الأمريكي طبعا بالعكس لأنه فقد كل يعني يكفي أنه فقد قدرته على اتخاذ قرار أو المبادرة فقد تماما أولا فقد الرعب وفقد الردع وفقد حتى الحاضنة الشعبية، لم يعد هناك نشاهد أن كثير من السكان نزحوا. أعود إلى قضية السكان التي أحيانا قد تكون مساعدة للطرف الصديق وقد تكون معيقة للطرف الآخر، لذلك إسرائيل طلبت منهم الرحيل وهذا يساعد تماما في تدمير كل ما هو أمامها، هذا من جهة. من جهة ثانية أختي الكريمة في نقطة مهمة يعني تختلف ما بين المنطقة الجنوبية، غزة كانت عبارة كثافة سكانية هائلة وكلها أبنية، تدمير الأبنية في غزة سمح للمقاتلين في حماس أن يستفيدوا من هذه. اليوم المنطقة في الجنوب كلها أحراش وأشجار، يمكن بقصف مدفعي أو قصف جوي يمكن أن تحرق يمكن أن تدمر، وبالتالي لا مانع من تقدم القوات الإسرائيلية. ورغم ذلك أقول إسرائيل ستتقدم خطوة خطوة بطريقة التسحفات بعد أن تدمر وتحرق كل شيء أمامها ثم تتقدم. طيب. مع استخدام هائل لقوات الاستطلاع الفضائي لديها أقمار صناعية والاستطلاع الجوي، وبذلك أيضا تستطيع أن تدعم قواتها بالإنزالات والبرارات البحرية. نعم. ينضم إلينا في هذا الحوار من بيروت أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص. أهلا بك معنا دكتور بول. ما هي المبررات القانونية الدولية لإسرائيل حتى تفرض حدودها وتطبيق القرار 1701 تحت النار؟ في مبررات دولية لها؟ فلنوضح أولا أستاذة تهاني أن هذه ليست من باب المبررات، إنها من باب الحجج التي يمكن أن تسيقها إسرائيل، وهي أولا حق الدفاع عن النفس، ثانيا عدم ضبط الدولة اللبنانية للعناصر المسلحة داخل إقليمها مما اضطرها إلى الدخول احتياطيا وفقط من أجل الوقاية من هذه الأعمال الحربية العدائية ضدها، وثالثا تريد أن تطبق القرار 1701 الذي لم تطبقه أبدا وتمادت في خرقه يوميا إن كان عبر يعني الطيران الحربي وخرق جدار الصوت وسواها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة طوال السنين الماضية. هذا لا يعفي لبنان من موجباته ولا يبرر بالمقابل أن يكون لبنان لم ينشر الجيش اللبناني كما طلب
ولم يجعل هذه المنطقة خالية السلاح، ولم يقم بالموجبات المطلوبة منه حتى تفاقمت الأمور وأصبحت الحرب على الأبواب إن لم تكن داخل الدار، حتى نخرج ونقول أننا عند وقف إطلاق النار سننشر الجيش اللبناني. هذا موقف متأخر لكنه حميد رغم أنه متأخر يعني. نعم. على الأقل يجب أيضا أن يستند إلى قرار واضح للحكومة اللبنانية في الآلية التنفيذية المطلوبة والتي لم تصدرها بعد هذه الحكومة، أي أنها لم تتصدى للموقف السياسي من الحرب، هي اكتفت فقط بأعمال الإغاثة مشكورة وهذا واجبها، لكن أيضا بصلب دورها بعض الطائف وفي التعديلات الدستورية في المادة 65. نعم. أن هي تمسك بقرار اليد والحرب والسلم. نعم. طيب سيد وجدي، أريد أن أسألك الآن بعد هذه العملية، وإن تكبد حزب الله خسائر فادحة كما يدعي الجانب الإسرائيلي، هل لذلك خروج لبنان من تحت العباءة الإيرانية؟ لأكون واضحا، أولا تحياتي للدكتور الصديق بول ماركوس الذي انضم إلينا حديثا. أنا أقول لك أنه ما بعد اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وبعد 27 أيلول ليس كما قبله على صعيد الوضع في لبنان، سياسيا، دبلوماسيا، عسكريا، استحقاقيا بمعنى الاستحقاقات الدستورية وفي صلبها انتخابات الرئاسة. لا شك أن الوضع تغير وتبدل كما قال ضيفك الكريم الخبير الاستراتيجي العسكري بالنسبة لحزب الله، ضرب بنيته التحتية العسكرية الميدانية الاقتصادية والشعبية عبر هذا النزوح الكبير وصولا إلى اغتيال معظم قادة المقاومة، لكن حزب الله لازال يقاتل في العمق الإسرائيلي وقد تحصل مفاجآت وكلنا نترقب وننتظر بالنهاية. ولا يمكن البناء على شيء قبل أن تتوضح مسار المعركة، لكن من الطبيعي سيتغير وضع الحزب في الداخل بدليل الدعوة اليوم لانعقاد جلسة لمجلس النواب وانتخاب رئيس توافقي، وهذا ما أبدأ أكثر من نائب كان يقول لا الانتخاب إلا سليمان فرنجي، وبالتالي الأمور تغيرت وتبدلت، ما يعني بات هناك هامشا مغيرا عما كانت عليه الأوضاع، سيخرج عن العباءة الإيرانية في أمور كثيرة، بدليل حتى أن الموقف الإيراني هناك مناورات سياسية، الرئيس الإيراني يقول شيء، المرشد الحرس الثوري شيء آخر، البعض يصف ذلك بالمناورات السياسية توزيع الأدوار، لكن من الطبيعي لبنان بعد هذه المعركة سيكون هناك واقع سياسي مغاير عن كل ما كانت عليه الأمور سابقا، وهذا لا يعني أن حزب الله انتهى دوره، حزب الله لديه كتلة نيابية ووازنة نحترم من انتخبها من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة والغليبية منهم، حتى الآن لازال دوره العسكري قائما مستمرا يقاتل ويقصف العمق الإسرائيلي، لكن الأمور لن تكون بالصورة التي كانت عليها، هذا ما ستتضح معالمه حول مسار المعركة، كيفية العملية البرية، هل هي محدودة، هل هي واسعة، ماذا سيكون بعدها، هل هناك من تسوية، ماذا عن الدور الإيراني، ماذا عن الإدارة الأمريكية الجديدة، كل هذه العناوين مجتمعة يعني ستقرر مسار ومصير لبنان، لكن من الطبيعي هناك مرحلة جديدة على كل المستويات. نعم. سيمر بها لبنان وستكون عناوينها متشعبة وكثيرة. الواقع السياسي يحدد من نتائج المعركة على الأرض. طيب أنا سيد أسعد ممكن باختصار في هذا الجانب، الآن هل حققت إسرائيل فعلاً كسر وحدة الساحات عندما دخلت برا إلى الجنوب اللبناني وقبلها كانت تقصف الميليشيات في سوريا والعراق؟ قبل دخول الهجوم البري أعتقد يعني لاحظنا قبل أمس أو أول أمس. نعم. تراجع التصريحات اليمنية، الحوثي تراجع قليلا، تهدئة التصريحات الإيرانية وكذلك حتى أيضا تصريحات حزب الله، وهذا يشير تماما إلى قضية وحدة الساحات. يكفي أن نقول أن النظام خارج هذه الساحات بشكل كامل، النظام السوري طبعا، لذلك نقول أن إسرائيل استطاعت من خلال الضربات الكثيفة التي استهدفت حزب الله وتقليم أظافر حزب الله حقيقة، ويعتبر حزب الله هو من أطول أظافر إيران بالمنطقة يعني، إذا تقليل أو تدمير قدرة حزب الله هي وحدها كانت عبارة عن المؤشر الذي يعني وصل أو الرسالة التي وصلت إلى بقية الساحات كما يسمى وحدة الساحات. وبالتالي اليوم حتى الحوثي تراجع، وبالتالي بالأمس يطالب بسلام أو بمجتمع يعني أو النزوع عن الحروب، وبالتالي هذا أي تغيير، وبالتالي إذا تدمير القدرة العسكرية، كل العالم يعلم جميعا بالمنطقة أن إيران الأداة أو اليد الشرسة لها هي حزب الله، فعندما قطعت هذه اليد، وأنا أقول لك تماما يعني اليوم عندما قد تحدث قبل قليل الدكتور مجدي أن يعني ربما سنشاهد ربما انخفاض بالسيطرة الإيرانية على لبنان، هذا صحيح لكن لن تنقطع،
نعم، إنما انخفاضها يعني أن هناك حرية لبقية الأحزاب أو بقية، ممكن تخف من لبنان بس تتوغل في منطقة أخرى، لأنه يعني هو القرار إذا اتخذ بفكفكة حزب الله بهذا الشكل واختراقه، لأنه اختراقه دليل بأنه واضح أنه يعني باعته إيران، أو من هو معترض على إيران في الداخل ولديه نفوذ هو من قدم هذه المعلومات، هذه حسب التقارير طبعا التي نقرأها. إذا القرار اتخذ بحق حزب الله لكف أيدي إيران داخل لبنان، هذا لا يعني بأنها ممكن لا تتوغل يدها في العراق أكثر فأكثر، في اليمن أكثر فأكثر، لأنه لم يتخذ نفس القرار بحق هذه الميليشيات حتى وإن كانت في ضربات إسرائيلية لها. تماما، في سوريا كل الضربات الإسرائيلية التي استهدفت القوات الإيرانية في سوريا لم تجبرها على تغيير يعني قدراتها، ولم تجبرها حتى على تغيير العمق الذي وصلت إليه ضمن المجالات السورية، بمعنى المجال الاقتصادي والعسكري والاقتصادي والثقافي وحتى الديني. وبالتالي إذن يعني كما تفضلتي، نعم هي يمكن أن تكون لها يعني يمكن أن يكون تراجع الإيراني بطلب من إسرائيلي أو بطلب أمريكي مقابل أن تعطى لإيران المزيد من المكاسب أو الأخرى سواء في سوريا أو العراق أو اليمن. طيب أنا أشير فقط، اليونيفيل يقول لا توغل إسرائيليا بريا في الوقت الحاضر في لبنان، يعني كل ما كنا نتحدث عنه منذ البداية اليونيفيل هو موجود يعني منتشر على حدود الخط الأزرق يقول حتى الآن لم تتوغل إسرائيل بريا في الوقت الحاضر. أستاذ بول، أريد أن أنتقل إليك بهذه النقطة، يعني إلى أي مدى قد تكون مسألة هو الإعلام الحرب خدعة يعني في النهاية؟ هل ممكن أن تتفوق فعلا إسرائيل برا أمام الكتائب المدربة لحزب الله لخوض هذه المعركة المنتظرة حسب قولهم منذ 16 عاما؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، كيف تقرأ لملمة أذرع إيران في المنطقة بعد ضربها لحزب الله؟ بالنسبة للتوغل البري مع التحفظ لجهة المفاجآت هذه المرة أيضا، لأننا فعلا فوجئنا بهذا الاختراق الكبير لحزب الله وبالتقنيات الإسرائيلية الإجرامية لناحية تفجير أجهزة الاتصال المدنية مثلا، وسواها من التكتيكات والحيل الإلكترونية والحربية المستجدة. وبالتالي نعم هنالك مفاجآت، مع التحفظ لجهة أي مفاجآت أيضا جديدة نستبعد أن يكون هنالك يعني فوز أو اكتساح للأراضي اللبنانية بسهولة، لن تكون نزهة دخول الأراضي اللبنانية. طبعا إذا كان الأمر لا يتعدى 500 متر كما قيل، فإن ذلك ممكن تحت وابل الصواريخ وسلاح الطيران وسواه، لكن أن يكون توغل أبعد من ذلك سيكون أصعب، حتى ولو تراجعت قدرات العسكرية لحزب الله، وهي فعلا طبعا تراجعت، لكن لا مركزية القرار ولا مركزية توزيع الفرق العسكرية للحزب إن لجهة التسليح والتموين والتغذية وسواها من وسائل الصمود الذاتي، كذلك يجعل منها أنها فرق قادرة على حماية المناطق التي تتواجد فيها بالاستقلال عن القيادة المركزية للحزب حسب ما فهمنا. أما بالنسبة لأذرع إيران في المنطقة، أعتقد أن يعني ما لم يحل بها لا يعني أن ذلك لن يحصل مطلقا، ربما تنسحب هذه التغييرات عليها، لكن جبهة فأخرى، جبهة فجبهة، ولن يكون ذلك على مستوى عام وشامل بالضرورة وفي الآن معا، لا نستبعد ذلك، لكن إذا لم يحصل ذلك لا يعني أنه لن يكون بالتدرج. مصادر الحدث هنا، مجموعات الكوميندوز الإسرائيلية نفذت عمليات داخل حدود لبنان وعادت أدراجها، هذا وفق مصادر الحدث قبل قليل. وأيضا اليونيفيل يقول أنه لا توغل بري في الوقت الحاضر في لبنان، يعني ممكن أفهم هذا يعني معليش، الجانب المصادر تقول بأنه الكوميندوز نفذ عملية داخل حدود لبنان وخرجت، واليونيفيل يقول لا توغل إسرائيلي بري، هل في توافق في الكلام ده؟ تمام. سيد أسعد اشرح لي بس عشان المشاهد، عندما نتحدث عن قوات كوماندوس دخلت إلى داخل الأراضي اللبنانية يعود إلى سبب أو إلى تأخر هجوم بري، يعود كله إلى التقديرات الإسرائيلية التي تخشى أن تتعرض لأي مفاجأة، ولذلك دفعت بقوات الكوماندوس تسمى بالعلم العسكري باستطلاع بالقوة. بس عشان أنا كمان أفهم، أيوة معك، أيوة، هي قوات الكوماندوس يعني الإنزال، قوات خاصة الإنزال ليس بالضرورة، قد تكون إنزال وقد تكون إنزال
بإنزال وقد إسقاط بطائرات وقد تكون إنزال بحوامات على مسافة بسيطة وقد تكون ضمن عربات قتالية مجنزرة أو غير مجنزرة. إنما يسمى استطلاع بالقوة، يجب أن أدخل إلى منطقة معينة حتى أكتشف وأعرف تماما حقيقة العدو في أمور أنا لا أراها. هذا لا يعتبر في علم الحرب أنه توغل؟ تجاوز الحدود، هم دخلوا. شوفي ليس توغلا، يعني بمعنى إسرائيل قبل أيام دخلت من منطقة جبات الخشب بالقنيطرة حوالي 200 متر، نفذت لنفسها موقعا كذا ثم عادت. يعني توغل مؤقت، لا نقول هو احتلال. يعني إسرائيل ترد عن قضية التوغل التي تعمل من أجل إسرائيل هي التقدم واحتلال جنوب لبنان. أما عندما تتقدم وتتراجع فيسمى يعني هي بحاجة حقيقة لطرق الاستطلاع بالقوة أو الإغارات السريعة من أجل أن تعلم تماما حقيقة الموقف المقدم، هل أستطيع أتقدم أم لا. وعادة يعني كما ذكرت قبل قليل الأجهزة أو أجهزة الهندسة الموجودة لإسرائيل والحزب الله تتطلب فتح ثغرات، وإسرائيل لا تستطيع أن تتحرك إلا إما على محور الساحل أو على محور قانا الوسطي، ولا تستطيع أو ربما تخشى محور القرعون من أن يكون تسرب أو التفاف أو إحاطة من قبل ميليشيات إيرانية. لذلك إسرائيل إذن كل هذا التخوف، إسرائيل لا تريد أن تخسر جنودا كما خسرت في غزة، تريد أن يعني تحافظ على قواتها بالدخول. طيب حتى أنا حابة أناقشك في هذا الموضوع، يسمحوا لي بس ضيوف الكرام، لأنه المعركة عسكرية الآن على الأرض. تمام. في 2006 قيل بأنه حقق نصر الله انتصارا على إسرائيل، هو حقيقة لم يكن انتصار بمعنى الانتصار، مقابل جيش مقابل حزب مسلح في تلك المرحلة كان في نوع من التكافؤ أو التساوي في المعركة التي أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. مع هذا الفارق الكبير الآن الاختراقات الاستخباراتية والتكنولوجية اللي حصلت للحزب، إلا أنه يقول حسب قوله، طبعا إحنا نحلل حسب المعطيات اللي عندنا، يقول بأنه لم تنكسر هزيمته ولم يستخدم كل الأسلحة الدقيقة الموجودة إليه موجودة عنده. تمام. ما الذي يضمن إذن بأنه ممكن أن تحقق إسرائيل هزيمة لحزب الله؟ ما ممكن تكون المعركة نفس ما حدث في 2006 فيها نوع من التكافؤ على الأقل. كلام جميل. في الميدان مش لازم تكون متكافئة بالأسلحة. سؤال يعني كلام جميل وسؤال دقيق. يعني عندما تحدث عن 2006 حزب الله كانت بكامل قدرته القتالية، لم يكن قد خشر أي شيء من قدرة قتالية، بس كانت أسلحته أقل من إسرائيل في هذا الوقت. حتى لو كانت بكل أحوال هي أقل بكل أحوال. أيوه. حتى لو بقيت قدرته كما هي فهي أقل من إسرائيل. يعني إسرائيل يكفي أن نقول إسرائيل لديها قاذفات ومقاتلات تحمل عشرات الآلاف من الأطنان. حزب الله لديه المسيرات تحمل 40 كيلو أو 50 كيلو بأحسن حالاتها. إذن لم يكن لديه ثم حقق المفاجأة، هو البادئ بالقتال بإسرائيل يعني ب2006 هو البادئ. إضافة لذلك كان لديه قوات أخرى من القوات الفلسطينية، والأهم من ذلك أختي الكريمة يعني قدرته القتالية التي كانت تحفظ فيها مع تحقيق المفاجأة، استطاع أن يقتل عدد من الجنود الإسرائيليين لأنه استطاع أن يستخدم الصواريخ بتخطيط حقيقي وتحقيق مفاجأة من خلال هذه الصواريخ لم يكن يستخدمها سابقا. يعني لم تكن إسرائيل أن تستطيع أن تقدر القوة الصاروخية الحقيقية لحزب الله، لذلك تفاجأت فيها. هو مو بس ذكاء من إسرائيل ولا ذكاء للتقنية، هو هناك من أعطاها الإحداثيات بالدقة. يعني هذا ايضا يعني لما تغتال شخص مثل فؤاد شكر اذا أيوة. في نفس في الدور في الغرفه هذه معناته هي عندها الاحداثيات بالدقه. يعني هو مو بس ذكاء تقني ولا ذكاء اسلحه. لذلك هل انا اسمح لي بس عشان انا حابه ادخل فيها تفصيله اكثر، هل هذا الذكاء اللي متواجد الان عندها في هذه الاسلحه تخدمها الاخبار الاستخباراتيه في معركتها على الارض؟ تمام. اهم شيء يحقق القرار السليم هو الاستطلاع السليم. كلما كان الاستطلاع دقيقا وعميقا كلما كان قرار القائد في الهجوم او الدفاع هو سليم 100%، وبالتالي النتائج جيده. لذلك اسرائيل منذ البدايات، يعني منذ اكثر من عامين ونحن نقول اسرائيل موجوده في قلب ايران وموجوده في قلب حزب الله، وعندما هذه القاعده العسكريه عندما تكون في قصد في وسط عدوك او في قلب عدوك فانت ربحت نصف المعركه. إذن الاستطلاع والمعرفة دقيقة لاتخاذ قرار سليم. أيوة. ولذلك إسرائيل في حرب 2006 لم تكن لديها القدرة الكافية لمعرفة حقائق قدرات حزب الله العسكرية وخاصة الصاروخية، وتفاجأت بالصواريخ كما تفاجأت إسرائيل بصواريخ السام عام 1973 في الأيام الثلاثة الأولى تم إسقاط طائرات إسرائيل كثيرة، لذلك تفاجأت. إنما اليوم إسرائيل كشفت كل الغطاء عن حزب الله وعرفت كل أسراره وعرفت كل قدراته، بل دمرت معظم قدراته التي كان يعتمد عليها. نعم. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية عندما تحدث عن انتصار
حزب الله عام 2006 هو نفس الكلام الذي تحدث عن انتصار المقاومة والممانعة. حافظ أسد عام 1967 خسر الجولان وقال انتصرنا، يكفي أنه يعني قتلنا نفسيا عامل النكبة أو النكسة. هذه يعني هذه الشعارات تعودنا عليها بس عشان أنا أوضح، يعني أنا أقول لك هو يقال إنها انتصار في ذيك المرحلة، ولكن عسكريا لما تيجي يعني عشان نكون منطقيين كمان في الطرح، هو لما نيجي نقارن جيش إسرائيلي كدولة إسرائيلية عندها كل هذا العتاد العسكري مسلحة ومدعومة أيضا من الولايات المتحدة مقابل حزب صح مسلح ولكنه لا يفوق نفس التسليح الإسرائيلي، هذا أمر متعارف عليه، ولكن على الميدان على الأقل أجبر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب في 2006. هذه النقطة حسبت لحزب الله في هذاك الوقت. الآن أنا متى أقدر أقول والمتابع يقدر يتحدث ويرى ونقول المعركة بريا بدأت تنقلب لصالح حزب الله؟ متى ممكن نقول هذا الكلام؟ إيش اللي ممكن يحصل على الأرض عشان نقول والله حزب الله لديه صواريخ بدأ يستخدمها، المعركة بدأت تأخذ منحنى عكسي؟ أوكي، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تم عام 2000، يعني حزب الله كما يقال استطاع أن يطرد إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وكانت هي عبارة متفق عليها من أجل طرد الفلسطينيين. أما 2006 القوات الإسرائيلية وصلت إلى نهر الريطاني ومن ثم عادت، يعني وبالتالي عندما تحدث عن الأراضي أو تغيير الجغرافيا العسكري تغيرت كثيرا. أنا أقول اليوم إحنا القوات الإسرائيلية، قلت أن أي هجوم بري للقوات الإسرائيلية سيتكون مدروس بشكل كبير جدا، ولن يتقدم الجندي إلا حتى يتأكد أن ما هو نظيف من أي تواجد عسكري أو قدرات عسكرية. لكن أيضا بالمقابل أختي الكريمة، يعني يوم عندما نتحدث أن كل الحكومة اللبنانية تطالب بتنفيذ القرار 1901 وحزب الله سكت عن هذا الكلام، بمعنى أنه لا يستطيع أن أقول لا تنفيذ القرار 1901، هو كان يعارض، اليوم لا يعارض، هذا دليل أنه انهزم، هذا دليل أنه غير قادر على التشبث أو التمسك بالأرض أو منع إسرائيل من التقدم. هذه إحدى الدلالات التي تشير لإسرائيل أن أصبحت إسرائيل اليوم تستطيع أن تحقق تنفيذ هذا القرار. طيب اسمح لي أنا أنتقل بهذا السؤال إلى سيد وجدي. سيد وجدي معنا؟ سيد وجدي؟ طيب سيد وجدي، طالما أنك هناك يعني عبر الحكومة اللبنانية التي تتبنى قرار حزب الله قالوا بأنهم مستعدون لتطبيق القرار 1701، ما هي الآلية التي يمكن أن تقدم لتطبيق هذا القرار، ومن مخول بتقديمها بعد التوغل الإسرائيلي هذا، أو على الأقل الخطوة البرية من جانب إسرائيل؟ نعم، أولا يظهر جليا أنه ليس باجتياح بري، 500 متر لا تعتبر اجتياح أو عملية الوصول إلى 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 عمق الجنوب، بل هي عملية محدودة حتى الساعة ذلك يتبدى بوضوح أنها عملية محدودة، ربما ذلك يدخل ضمن الاستراتيجية إسرائيل في قتال حزب الله. وهنا لابد أن أعود فقط بس إذا سمحتي إلى العام 2006. نعم، حزب الله حقق إنجاز كبير في 2006 في مواجهة إسرائيل، سقط قتل كثيرون من الجنود الإسرائيليين وسقط من صفوف حزب الله ودمر الجنوب، لكن كان هناك أيضا صواريخ الكورنيت الروسية استعملت في مواجهة الدبابات في معركة مارون الراس، في معارك برية كثيرة، لذلك إسرائيل تخشى العملية الواسعة بريا وإن تطور السلاح النوعي لدى إسرائيل وكذلك لدى حزب الله، لكن حتى الساعة نترقب وننتظر. أما بالنسبة للحكومة اللبنانية، معلوماتي تشي بأن هناك مشروع درس في نيويورك ونقل إلى بيروت وبحث مع وزير خارجية فرنسا، بمعنى أن يكون هناك آليات تطوير الآليات التطبيقية للقرار 1701. لم يعد القرار 1701 صالحا كما كان، وبالتالي لم يعد أي قرار صالحا، بمعنى لبنان بحاجة إلى تسوية كبيرة وليس إلى قرارات. كيف هي شكل التسوية؟ نظرا لحجم الخراب الدمار، شكل التسوية تسوية شاملة، أن التسوية على غرار اتفاق الطائف. بعد حرب دامت أكثر من 15 سنة في لبنان جاء اتفاق الطائف الذي كان الدستور والسلم الأهلي وأوقف الحرب الأهلية. اليوم لبنان بحاجة إلى تسوية، عقد جديد، بمعنى انسحاب كل الجيوش، هذا هناك بند في اتفاق الطائف تسليم السلاح الداخلي والخارجي، أي سلاح كل الميليشيات الخارجية. لو طبق هذا القرار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. الطائف مهم جدا لكن لم ينفذ نتيجة الصراعات الدولية الإقليمية على أرض لبنان ووجود ميليشيات خارجية وسواها. أما وعود على بدء، أؤكد لك بأن التسوية تدرس، بمعنى أن ينعقد مجلس النواب في جلسة عامة، حوار وطني سريع، انتخاب رئيس، انسحاب كل الجيوش من الجنوب وكل سلاح غير شرعي وانتشار الجيش من الجنوب. لكن حتى الساعة هذا يحتاج إلى جهد كبير.
كثير لنصل إلى التسوية. سنمر بمطبات ومحطات كثيرة جدا وبمخاض عسير. أما ما يطرح حاليا جديا هو وقف إطلاق النار وإرسال كتيبة من الجيش اللبناني مدعومة أمريكيا وفرنسيا ماليا وسلاحا، لأن لبنان يعاني اقتصاديا، ولولا الدعم الدولي والعربي والخليجي تحديدا لكان موضوع الأسلاك العسكرية في وضع صعب جدا ومعقد. من هنا على سباق محموم، تمت سباق محموم بين الدبلوماسية والميدان. أنا أقول أن السباق والأفضلية هو للميدان في هذه المرحلة، وعندما نصل إلى معرفة ماهية ماذا سيكون الميدان، هل اجتياح بري، هل قصف جوي، هل اجتياح من الجو، وكيف ستنتهي الأمور، عندها يبنى على الشيء مقتضى حول التحرك الدبلوماسي وكيف ستكون النتيجة. شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي وجدي العريضي، وأيضا ضيفي في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد عوض الزعبي. شكرا جزيلا لكما. أنا متبقي لدي سؤال ليكون في عدالة بس في الوقت لأستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص. دكتور بول. نعم. دكتور بول، يعني الجانب الإسرائيلي قصف بعض مخيم الفلسطينيين في صور. أنا أريد أن أسألك تداعيات قصف المخيمات إذا بدأ فيها الجيش الإسرائيلي، كيف سيكون لها تداعيات اجتماعية سياسية اقتصادية أيضا على لبنان؟ لنقل أولا أن المخيمات في المبدأ يجب أن تكون مدنية وأن لا تختزن السلاح والمسلحين، هذا من جهة. من جهة أخرى، على الأطراف المتنازعة حسب القانون الدولي الإنساني أن لا تستهدف المخيمات، وإذا كان لابد من استهداف أحد المسلحين داخلها وكان هنالك ضرورات لذلك فعليها أن تتوخى التدابير والمعايير اللازمة والاحتياطات لعدم وقوع إصابات بين المدنيين. وبالتالي فإنه لا يمكن القول مثلا أن إسرائيل بوسعها أن تبدأ بقصف المخيمات الفلسطينية ولو كانت تخزن السلاح على نحو عشوائي، وبالتالي أن توقع إصابات مدنية، مما يجعلها تخلق مرة أخرى اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما أيضا بروتوكولها لعام 1977 الذي هذا الأخير لم تلتزم به خلافا للاتفاقيات الأولى. شكرا جزيلا من بيروت أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن تل أبيب لن تسمح بتكرار هجوم مماثل للسابع من أكتوبر من أي من حدودها، ولأن الحرب التي تشنها هي مع حزب الله وليس مع شعب لبنان وفق قوله. أذكر أن حربنا مع حزب الله وليس مع شعب لبنان، لا خيار آخر سوى ضرب البنية التحتية التابعة لحزب الله لاستعادة أمننا. لا نريد أن نؤذي المدنيين ونتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. لن نسمح بتكرار أحداث السابع من أكتوبر وتنفيذ هجوم مماثل. سنعمل على عودة كل العائلات الإسرائيلية لمنازلها في المرحلة المقبلة.
الجيش الإسرائيلي شن هجمات هادفة ومحدودة على حدود إسرائيل الشمالية ضد أهداف تابعة لحزب الله الذي حول القرى اللبنانية إلى قواعد عسكرية لشن هجمات مدروسة تستهدف العمق الإسرائيلية واستخدمها أيضا لتنفيذ ضربات على منازل إسرائيلية. من البقاع ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكور لنستطلع معه كافة التطورات على الصعيد الميداني. أهلا بك معنا محمود، الكلمة لك لتطلعنا ما الجديد. نعم، كنت قد أشرت معك في الرسائل السابقة إلى الهدوء الحذر الذي يسود البقاع، ولكن منذ حوالي تقريبا 30 إلى 40 دقيقة عاود الطيران الإسرائيلي من نشاطه باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا في البقاع، فأغار على مدخل بلدة بريتال كما أغار أيضا على مفرق بلدة طليا، بمعنى إلى أن بريتال هي في المقلب الشرقي من الأوتوستراد الذي يربط مدينة زحلي بعلبك وطليا من هذه الجهة، وهذه هي أول الغارات لهذا اليوم بعد ليل طويل كان الهدوء الحذر هو سيد الموقف فيه، بالإضافة أيضا إلى أن الغارات الإسرائيلية كانت قد تركزت أيضا في الليل ما بين الأقضية الثلاث وتحديدا في البقاع الشرقي والبقاع الشمالي وبقاع الأوسط، بالإضافة أيضا إلى بلدة الرفيد في قضاء رشية. نعم، طيب نستطلع أيضا الأوضاع على جانب بيروت، من هناك تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم، أهلا بك معنا غنوة، هل هناك أي خطوات تم اتخاذها من جانب رئيس البرلمان نبيه برلي على الأقل بداية تسوية أو تجميع آراء لانتخاب الرئيس؟ يعني حتى اليوم لا يصدر أي شيء جديد خلافا عما صدر يوم أمس عندما كان هناك بيان مشترك بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحدثوا من خلاله على يعني التزام لبنان بالتطبيق القرار 1701 بعد وقف إطلاق النار وإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني، إضافة إلى أنه سيكون هناك جلسات لانتخاب رئيس جمهورية غير مستفز ويمكن أن يكون مقبول لدى جميع الأطراف بخلاف ما كان الحديث عليه قبل هذه الحرب وقبل هذه الأزمة، عندما كان هناك يعني أيضا حركة أمل حليف حزب الله كانت تصر على موضوع انتخاب سليمان فرنجي كرئيس للجمهورية. أود أن أقول بأننا نقف هنا في منطقة في وسط بيروت، كما ترين خلفي هناك حديقة عامة، هذه الحديقة يعني اتخذها بعض النازحين بعضهم أيضا السوريين كمأوى في العراء من أجل يعني بانتظار أن يجدوا مكان آمن لإيوائهم، خاصة وأن عدد كبير من النازحين لم تتمكن الحكومة اللبنانية حتى الآن من إيجاد أماكن لإيوائهم. عندما تساقط المطر قبل قليل كانت هذه الحديقة ممتلئة بالنازحين، ولكن عندما تساقط المطر قبل قليل عمل عدد منهم إلى الدخول إلى الباصات وإلى السيارات الموجودة على جانبي الرصيف هربا من الأمطار. أيضا يعني كان قد صدرت الأرقام الجديدة التي تحدثت عنها الحكومة اللبنانية بالنسبة للعدد الجديد للنازحين الذي بلغ العدد الذي تم تسجيله فقط هو حوالي 150 ألفا، إضافة إلى مراكز 153 و600 ألف، إضافة إلى طبعا مراكز إيواء تعدى عددها 850، كانت قد افتتحت مراكز إيواء جديدة إن كان معاهد تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى المدارس الخاصة والرسمية والقاعات الرياضية وغيرها. بالنسبة لعدد القتلى بينهم طبعا ضحايا مدنيين وصل إلى 1745، أما الجرحى فوصل إلى 8767 منذ بدء هذه الحرب، إضافة كان هناك تعميم من القوى الأمنية للعائلات التي لم تتمكن حتى الآن من وجود أو من إيجاد مفقودين لديها بالقدوم إلى مراكز معينة من أجل إجراء فحوصات دي أن أي للتعرف على الجثث وهوية تلك الجثث وربطها بالعائلات التي تقوم بالفحوصات اللازمة.
شكرا لكما من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم، وأيضا كان معنا من منطقة البقاع مراسل الحدث محمود شكر. مشاهدينا، فقط أشير إلى هذا العاجل، مصادر الحدث تقول الجزء الأول من عمليات إسرائيل البرية في لبنان سيصل إلى عمق نصف كيلو متر. إذن هذا الجزء الأول، لأن الجيش الإسرائيلي قسم المرحلة الأولى من عمليته البرية إلى أجزاء. سأنتقل إلى بيروت، العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيد يعرب. أنا سأعيد قراءة هذه العواجل. المرحلة الأولى من التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان هي بين كيلو واحد أو كيلو مترين، وأيضا أن الجيش الإسرائيلي قسم المرحلة الأولى من عمليته البرية إلى أجزاء. بعد ذلك وضح بأن الجزء الأول من العمليات الإسرائيلية البرية سيكون بعمق نصف كيلو متر. يعني كنا نتكلم المرحلة الأولى هي هتكون ما بين كيلو متر واثنين كيلو متر، الآن نتحدث على نصف كيلو متر. ماذا يعني هذا الكلام على الأرض؟ صباح الخير. صباح النور. هذا يعني أن العدو الإسرائيلي بصدد تحقيق هدفين أساسيين كبداية. الهدف الأول قطع الطريق على الوحدات التي يمكن أن تتسلل من حزب الله كوحدة الرضوان وغيرها من وحدات مختصة بهذا الشيء، قطع الطريق عليها من أن تتسلل نحو إسرائيل. الهدف الثاني هو اكتشاف الأنفاق أو منافذ الأنفاق الواصلة حتى هذه الحد الفاصل ما بين لبنان وإسرائيل وتدميرها وتفخيخها وإنهائها. وهي بسبيل ذلك نرى كيف أنها الآليات الرئيسية ضمن هذا الحشد آليات هندسية لضرب الألغام، نزع الألغام، تفجيرها، تأمين مسالك التقدم وتفخيخ الأنفاق إذا وجدت. هذا هو الهدف الأساسي، ولذلك نفهم كيف أنها ما بين 500 إلى 1000 إلى 1 كيلومتر مسافة التقدم لتحقيق هذا الغرض. سوف تليها مراحل أخرى كذلك ببطء، لأن إسرائيل تأخذ وقتها لتحقيق هذه الغاية، وقد أخذت الدروس والعبر والدروس المستفادة من حرب تموز 2006 حيث أنها توغلت سريعا فالتفوا عليها من الخلف وكانت مجزرة الدبابات. الآن هي تستفيد من ذلك، تتفادى الأخطاء وتتقدم بتؤدة رويدا وتقدم الأرض قدما نعم. حتى تصل تحقق هذه الخطوة لتؤمن الخطوة الثانية نتكلم عنها. طيب، هل اختلفت المحاور التي دخلت منها القوات الإسرائيلية عن المحاور التي استخدمتها في 2006؟ طبعا هناك اختلاف لكل عملية عسكرية خطتها، حتى لو كانت متشابهة في الهدف تتغير الخطط. نعم. يعني ليس من الحكمة أبدا أن أستمر بخطة واحدة في عدة عمليات. طبعا ولكن من الخديعة أحيانا أن الإنسان يكرر نفس المحور. يعني أنا هذه قراءة شخصية، يعني أحيانا يعني ممكن من الخديعة، لأنه ممكن حزب الله لا يتوقع بأنه يدخل من نفس المحاور ولكن يباغته بالعكس. قد يكون، لكن أنا قلت لك الدروس المستفادة من حرب تموز 2006 تجعل العدو الإسرائيلي مرنا ومتحركا في خططه، وقد يلجأ إلى نفس الخطة. نعم، لما لا؟ وأعطيك مثلا بين قوسين، لأنه في الحروب الإسرائيلية العربية 48 و56 67 وحتى 73 طبق العدو الإسرائيلي نفس الخطة، لأن العرب حينها وهذا موضوع آخر انخدعوا وساروا على نفس الخطة وإسرائيل طبقت نفس الخطة. إنما الآن الحروب الحديثة تغير كل شيء وأوجهها تغيرت ومراحلها تغيرت وتكتيكاتها واستراتيجياتها تغيرت في وفق كل تطور أبديت يتقدم. المرحلة الثانية الآن هي أنا ما أراه وما أظن بعد أن تمهد إسرائيل للمرحلة الأولى هي أن تستطلع كيف تكون ردة فعل الوحدات حزب الله على الأرض، وهذا ما تبرع به وحدات حزب الله على الأرض.
المناوشات تتمتع بحرية الحركة والمرونة وسرعة المناورة وتتحرك بوحدات صغيرة، حضائر وأرهاط إلى آخره، غير ثابتة متغيرة. هنا إسرائيل عندها خشية من ذلك، تريد أن تستطلع ذلك شيئا فشيئا لتقطع الطريق عليهم كما حددنا في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثالثة سوف أظن كذلك أنها سوف تحتل التلال الحاكمة والأماكن الاستراتيجية والبقع الحساسة والحيوية المتاخمة للمرحلة الأولى، وتؤمن مسالك التقدم. طيب، ما الذي يعني ممكن أن نقرأ التقديرات، لأنه حتى الآن لم يكن هناك أي تصريحات تأتي توضح هل العملية العسكرية بدأت، هل هي لم تبدأ؟ أنا أتحدث البرية، لأنه اليونيفيل يقول بأنه الجيش الإسرائيلي لم يتوغل برا حتى الآن إلى داخل جنوب لبنان، ولكن في قائمة خرجت بأسماء القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، تقريبا 20 قرية. هل في يعني توضيح لماذا هذه القرى؟ هل هي جنوب الخط، جنوب الليطاني، شمال الليطاني؟ إذا عندك اطلاع عليها طبعا. نعم سيدتي، هذا معناه أن الجيش الإسرائيلي يركز جهده الرئيسي في هذه المنطقة وهذه القرى التي عددتموها وفق المراسل سابقا. يبدو أن الجهد الرئيسي سوف يكون هناك، جهد التقدم الرئيسي سوف يكون هناك. هذا لا يعني كما ولا نحن لسنا في العقل الإسرائيلي، هذا لا يعني أنه سوف يتقدم شمالا حتى الليطاني، إذ أنه خلال لم تتجاوز حتى 24 ساعة لا يزال في مسافة 500 إلى كيلومتر. هو يتقدم ببطء وبتؤدى. الآن هو يفرض كأنه يوسع البقعة، نعم، الحد الفاصل ما بين لبنان وإسرائيل، لأن الاستراتيجية الأساسية وهذه كررناها مرارا خلق منطقة آمنة ما بين الحد اللبناني والحد الإسرائيلي، لأن الهاجس الأساسي والاستراتيجية والهدف الأكبر هو إعادة المستوطنين إلى الشمال. إسرائيل تريد خلق مساحة آمنة وتعمقها شيئا فشيئا، نعم، في سبيل هذه الاستراتيجية. نعم. طيب، أرجو أن تبقى معي سيد يعرب، سأنتقل الآن إلى زميلتنا ناهد يوسف. يعرب، أسفة زميلتنا يعرب، أنا أسفة، هو مكتوب الضمة، حطينا الضمة في مكان غلط قدامي، عذرا. طيب، من جنوب، ضمينا على الراء، الله يسلمك. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد، لك أن تطلعينا على سير التطورات. تهاني، منذ حوالي الساعتين وهناك قصف مدفعي إسرائيلي يتركز على بلدات حدودية عدة، كان منذ حوالي النصف ساعة يتم إطلاق هذه القذائف المدفعية من الموقع المقابل لنا، موقع برانيت الإسرائيلي. يتم نسمع صوت إطلاق القذائف المدفعية من مرابط المدفعية في هذا الموقع، ولكنها تسقط في أماكن بعيدة، يعني لم نتمكن حتى هذه اللحظة من تحديد مكان سقوط هذه القذائف المدفعية. هذا القصف المدفعي تهاني طيلة ساعات الليل كنا نسمعه، كان يستهدف حتى أطراف هذه البلدة، بلدة رميش، بالإضافة إلى بلدات عيت الشعب ويارون اللتين تحيطان بهذه البلدة، بالإضافة إلى أنه طيلة ساعات الليل أيضا كان هناك تمشيط بالأسلحة الرشاشة على الشريط الحدودي، بالإضافة إلى تحليق للمقاتلات، نعم، الحربية على علو منخفض، وأيضا نعم، إلقاء العديد من القنابل المضيئة في هذه. نعم، عندك فكرة هذه القنابل أين تسقط والمدفعية أين تضرب تحديدا؟ نحن فقط نتمكن هنا من سماع صوت إطلاق هذه القذائف، ولكنها تسقط في أماكن بعيدة، يعني حتى لم نتمكن من سماع صوت أماكن سقوطها، ولكن هذا المشهد يتكرر طيلة ساعات الليل، هذا التمشيط بالأسلحة الرشاشة على الحدود وأيضا تمشيط بالمدفعية يتواصل منذ ساعات الصباح أو منذ ساعات ما بعد منتصف الليل، أي تحديدا منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هذه العملية، ولكن تهاني على الأرض حاليا لم نلمس أي تغيرات ميدانيا.
لم نلمس أي تحركات، أي توغل، أي أصوات حتى أو هدير دبابات، لم نسمع أي شيء حتى هذه اللحظة. حتى اللحظة ليس غير معروف من أي نقطة يمكن أن تدخل هذه القوات الإسرائيلية، إن كانت من هذه النقطة أو إن كانت في القطاع الشرقي تحديدا مقابل بلدات مرجعيون والخيام وكفركلة، يعني قد تكون من هذه النقطة أم من المنطقة الأخرى التي تم إخلاؤها منذ صباح هذا اليوم، تم إخلاء المدنيين والصحفيين من تلك النقطة بعد طبعا التحذيرات الإسرائيلية بإخلائها. نسمع صوت قذيفة أخرى الآن أيضا يتم إطلاقها، ولكن هناك صعوبة في أن نسمع مكان سقوط هذه القذيفة، وهذا يدل على أنها تسقط في أماكن أو بلدات بعيدة. الإخلاءات التي تمت الإعلان عنها هي لعدة بلدات جنوبية في هذا القطاع وفي القطاع الآخر، حتى في هذا القطاع بلدات يارون وعين إبل، هذه البلدات التي تحيط بنا أيضا من ضمن البلدات التي تم الطلب بإخلائها وبأنها سيتم استهدافها. معظم هذه البلدات تهاني التي طلب من السكان إخلاءها هي في الأساس خالية، ولكن هناك بعض البلدات لا تزال مأهولة، وخصوصا نتحدث عن بلدة عين إبل، هي بلدة مسيحية وغير خاضعة لنفوذ حزب الله إذا جاز التعبير، أو ليس فيها تواجد لحزب الله، ولكن أيضا كانت من ضمن المناطق التي تم استهدافها، وعليه يمكن البعض يمكن القول بأنها قد يكون سبب طلبات الإخلاء هذه لأنها تقابل أو تقع بمقابلة مواقع إسرائيلية عدة، وبالتالي قد يكون إسرائيل تتخوف من أن يتم إطلاق أي أو تحصل استهدافات من قبل حزب الله باتجاه هذه المواقع، لذلك قد تكون طلبت إخلاء هذه البلدات. مع الإشارة إلى أن معظم استهدافات حزب الله اليوم كانت لمواقع تنتشر على طول الشريط الحدودي، هذه المواقع التي كان عادة الحزب يستهدفها طيلة هذه الأشهر في هذه الحرب توقف عن استهدافها في الأسبوعين الأخيرين مع الدخول في العمق الإسرائيلي أكثر لتوسيع شبكة الاستهدافات من قبل حزب الله للعمق الإسرائيلي، لم يعد يستهدف هذه المواقع. اليوم عاد لاستهدافها، قال بأنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في العديد من المستعمرات على هذه المواقع، قد تكون أيضا هي يحاول منع أي تحركات برية أو توغل بري في هذه المواقع المنتشرة على طول الشريط الحدودي. تصريحات من مسؤولين في حزب الله كانت أشارت إلى أنه أو أكدت بأنه لم يحصل حتى هذه اللحظة أي توغل بري، وبأن حزب الله يحاول منع أي توغلات برية حتى هذه اللحظة. إشارة أيضا إلى أن الرشقات الصاروخية لا تزال تطلق منذ حوالي الساعة، سمعنا أيضا رشقة صاروخية كان آخر إعلان وهو اللافت في بيانات حزب الله، الإعلان عن استهداف أو عن إطلاق صلية صاروخية من نوع فادي 4، حتى الساعة لم يعلن ما هي مميزات هذه الصواريخ، قال بأنها استهدفت مقر الموساد في ضواحي تل أبيب بهذه الصواريخ. هذا المقر يتم استهدافه اليوم للمرة الثانية، ولكن بالصواريخ أول مرة قام باستهدافه بالمسيرات في الرد الذي قام به حزب الله على مقتل القيادي فؤاد شكر، اليوم هي المرة الثانية التي يتم استهدافها ولكن بالصواريخ، وهذا الأمر اللافت بإطلاق هذه الصواريخ باتجاه مقر يقع في ضواحي تل أبيب. نعم، طبعا هذا من جانب حزب الله، هذه التصريحات احنا لم يأتي لنا أي تأكيد على ذلك من جانب مدير مكتبنا في فلسطين زياد حلبي. أنا أشكرك من جنوب لبنان ناهد يوسف مراسلة الحدث. أنتقل الآن إلى الناشط السياسي هادي مراد معنا من بيروت، أهلا بك معنا سيد هادي. السؤال الكبير، أين هي إيران من كل مما يجري الآن لحزب الله من جانب إسرائيل؟ توغلوا إلى البر، هل سترسل قوات مساندة للحزب وكيف؟ صباح الخير سيدتي. يعني في الحقيقة الإيراني اليوم يعني لا يزال خارج عن السمع، خارج عن التغطية، قد عيش اللبنانيين وتحديدا بيئة حزب الله بالعسل وبالوهم طيلة هذه السنين الطويلة. في الأخير تبين أن الإيراني لا يحارب بنفسه وبجيشه وبشعبه وبناسه، ويحارب بأذرعه في المنطقة، وتبينت للأسف آخر شيء أن هناك خيانة كبرى قد حصلت من هذا الإيراني من حيث هولة وبهذه الطريقة الدراماتيكية التي لم تتجاوز العشرة أيام. نرى الإيران اليوم يتنطح ويتبجح ويتكلم في المحافل الدولية وكأنه كان تأثيره على لبنان كسويسرا على لبنان. الإيران اليوم يفاوض ويبعث بالخطابات الرنانة، كل يوم نرى نائب الرئيس الإيراني أو الوزير الخارجي الإيراني يقول الحزب الله قادر على أن يقاتل إسرائيل بمفرده، سوف نرى إذا ما كنا سوف نرد على جريمة اغتيال إسماعيل هنية. يعني
يعني الإيراني اليوم يشهد له بالخطاب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، خطاب أقاويل، خطاب أهازيج، خطاب مسرحي، والشعب اللبناني هنا يعني بين قوسين ينظر وينتظر الإيراني ماذا سيفعل في هذه الدائرة الضيقة، في وقت الشعب اللبناني اليوم منكوب، في وقت أكثر من مليون نازح قد أصبحوا في بيروت وفي ضواحي بيروت. لم نسمع الإيراني قد بعث فلس لكي يساعد الشعب اللبناني، في المقابل الدول العربية التي كان يحاربها الإيراني ومحوره في لبنان اليوم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تساهم إلى حد كبير جدا في إغاثة النازحين واللبنانيين. وهذه إشارة كبيرة، هذه جبهة الإسناد الإنسانية يعني الاجتماعية. ولكن أنا أسألك الآن، ما الذي يمنع إيران بأنها يعني توفر جبهة إسناد إلى لبنان؟ لديها ميليشيات في سوريا، لديها ميليشيات في العراق، لا يمكنها التحرك، تخشى من الصواريخ والاستهدافات الإسرائيلية. هذه نقطة سيد هادي. النقطة الثانية، كونك ناشط سياسي، بعد حل عقدة حزب الله من ناحية استخباراتية ومقتل أمينه العام، إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على هيمنة إيران على لبنان وباقي العواصم العربية الأخرى؟ طبعا في موضوع يعني الإيراني اليوم كما قلت يعني ليس هناك أي فرصة لكي يحارب مباشرة ولا حتى بأذرعه الممتدة في سوريا. الإيراني اليوم لأنه بمحل ما قد جلس على هذه الطاولة وكأنه استعاد الرمق الأخير لكي يبقى في ساحة المفاوضات، وهو اليوم يهمه فقط مشروعه النووي والاتفاق الذي يسعى إلى تحقيقه منذ قديم الأزل وحتى اليوم، وهو يرى أن الفرصة سنحت له وهي سانحة بشكل لم يسبق من قبل بأن يكون على هذه الطاولة لكي يأخذ في السياسة ما لم يأخذه من قبل. ويبدو أن للأسف كنا نحن كلبنانيين وبين قوسين كشيعة لبنان كنا ورقة التفاوض ووقود هذا التفاوض، في وقت كنا نحذر الشيعة في لبنان احذروا من الإيراني ماذا سيفعل. أما من حيث يعني السؤال الثاني، يعني اليوم نرى أن هناك حقيقة هناك موقف ضعف شديد. نحن في لبنان على الآن نفاوض على أقل المعايير اللازمة، وأنا من هذه البيئة الشيعية كنت تسألين عن مدى هيمنة إيران في حال انتهاء حزب الله. نعم. أنا أعتقد أن الإيران اليوم يريد أن يضحي بهذه الورقة، ونتمنى أن تنتهي هذه الهيمنة الإيرانية على بيئة الشيعة وقرار اللبناني وعلى القاعدة الشعبية في لبنان. نعم سيد يعرب، أريد أن أسألك على كل هذه التقدمات الآن، هل ممكن أن ينجح البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس في هذا التوقيت، أم سيكون الأمر مرهون بوقف إطلاق النار ويعني تحقيق من سيحقق انتصار على الأرض؟ ليس هناك أي شيء يمنع من انتخاب رئاسة الجمهورية طوال المدة الباقية، هي كانت ممانعة من الثنائي الشيعي حزب الله ونبيه بري لعدم انتخاب الرئيس أو فرض الرئيس الذي يريدونه. الآن بدأت تبرز إلى السطح فكرة الرئيس التوافقي، طبعا هذا شيء ملموس جيد وشيء متقدم، لكن قانونيا لا شيء يمنع اجتماع مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك لا شيء يمنع الحكومة اللبنانية من أن تعقد الجلسات المفتوحة وتخوض في كيفية تطبيق القرار 1701، وهو كذلك سهل التطبيق. إنما لا يزال أركان الحكم عندنا كأنهم كما قلت البارحة يعيشون في عقدة ستوكهولم سيندروم، يعني لا يزالون أسرى للسجان الذي كان يتحكم بهم ولم يبلغوا المرحلة المطلوبة كي يتحرروا أو يستفيقوا ويعودوا إلى وعيهم ويمارسوا عملهم كرجالات دولة. نحن نعرف أن رجالات الدولة قد تم إما اغتيالهم إما ترهيبهم إما وهذا موضوع مفصل لا نريد الخوض به الآن كي لا نخلط المواضيع. نعم. إذن لا شيء يمنع لا تنفيذيا ولا تشريعيا أن يقوم الأركان الحكم في لبنان بواجبه الآن وليس غدا. طيب سأنتقل إلى باريس على ما يبدو
سيد خطار أبو دياب معنا، ولكن أنا أريد أن أشير إلى هذا العاجل حقيقة. مسؤول في حزب الله ينفي لرويترز دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان. إذن جاء طبعا هذا النفي بعد نفي مراسلتنا قبل قليل بأن مسؤول حزب الله ينفي لرويترز دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان. أهلا بك معنا دكتور خطار أبو دياب. التقديرات الدولية تقول إلى أي مدى قد تستمر هذه المعركة؟ هل فعلا ستكون وفق الخطط الإسرائيلية عملية خاطفة وسريعة؟ أما الأمر سيذهب لفترة طويلة لا يعرف ما مداها؟ تحياتي الأستاذة تهاني، تحياتي للمحاورين الكرام، لفريق العمل في الحدث، ولكل من يتابعنا ويشاهدنا. يعني التقديرات كما تكلمنا أيام غزة كان هناك كلام عن عملية محدودة في الزمن وهي لا تزال مستمرة. لا يمكن أعطاء أجوبة دقيقة، كل هذا يبقى ربطا بالتطورات العسكرية. يعني من الناحية المنطقية كنا نرى تدميرا إسرائيليا منهجيا لهذه القرى على الحافة الحدودية، لكل ما فيها من بنى تحتية من منشآت مما يمكن أن يستخدمه حزب الله، أي أنه كان يهيئ ذلك. وما بدأ بالأمس أو منذ فترة ليس توغلا بريا حتى الآن، هو أيضا استطلاع بالنار وتحرك للقوات الخاصة. ويمكنني أن أقول حسب مصادر أوروبية أن هناك أسرى من حزب الله عند الإسرائيليين في إحدى هذه العمليات. الأهم أن هناك تحرك لا يمكن إيقافه، إضافة إلى ما قاله محاوركم يعرب صخر، إلا بتحمل ما تبقى من لبنان الرسمي مسؤولياته، وبالضبط المجلس النيابي اللبناني في المقام الأول ليتخذ قرارا واضحا بنشر الجيش اللبناني، وقرارا آخر بانتخاب رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية. من دون يعني لن يأتي أحد من العالم لينقذ لبنان قبل اللبنانيين. على اللبنانيين أن يتحملوا مسؤوليتهم. ما تبقى من قادة يجب أن يكون عندهم جرأة لتحمل هذه المسؤولية في هذه اللحظة الحرجة، لأن الحرب التي ستدور يمكن أن تهدد الكيان بكل ما للكلمة من معنى. نعم. طيب سيد يعرب، لماذا حتى الآن يعني الجيش نفى بأنه انسحب ولكن قال بأن هناك إعادة تموضع، كيف شكل إعادة التموضع هذا في جانب احتدام المعركة بين إسرائيل وحزب الله؟ ومتى ممكن نقول بأن الجيش اللبناني قادر بأن يتخذ خطوة إلى الأمام لمنع تقدم الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية؟ أنا عارفة أنه الموضوع شوية حساس، بس يعني نحاول نحن نقترب من الموضوع ونحاول أن نحن نفهم شوية. حاضر حاضر، ما في مشكلة. أولا أحيي السيد خطار أبو دياب. ثانيا علينا أن نعلم أن الجيش ينفذ ما تقرره السلطة السياسية. لو أن السلطة السياسية منذ تموز 2006 وانتهاء الأعمال الحربية قررت تنفيذ قرار 1701 القاضي بنشر الجيش في الجنوب اللبناني بعديد محدد وبمؤازرة قوات اليونيفيل لكان المشهد متغير كليا، لكن قوى الأمر الواقع هي التي كانت تلزم الإدارات في السلطة الحاكمة في لبنان والتي هي من صنيعتها تنفذ لها مآربها، كانت تلزم أن يكون تواجد الجيش شكليا في الجنوب في عدة نقاط موزعة فقط لإثبات وجود والإمساك ببعض النقاط الحدودية. لأن 1701 إذا تمعنا في مضامينه ومندرجاته هو يقضي بانتشار كل القوى الشرعية اللبنانية ليس فقط في جنوب اللبناني إنما على كامل تراب الوطن، ومسك الحدود بالكامل كذلك. وإذا أردنا أن نخوض أكثر هو في مضامينه كذلك مندرجات القرار الدولي 1559-16-80، وأختصرها لك جميعا، التي ترعى هذه القرارات الثلاثة التي ترعى نزع سلاح الميليشيات وتمكين وتسيد القوى الشرعية اللبنانية من الانتشار على كامل تراب الوطن ومسك الحدود بالكامل. وهذه القرارات الدولية مستمدة من روحية الدستور اللبناني. إذا يا ستي ما بدنا نطبق القرارات الدولية، هناك الدستور اللبناني الذي يقضي
بأن لا شرعية سوى للقوى الشرعية اللبنانية. الآن تواجد الجيش في الجنوب وفقا لسؤال حضرتك ست هاني، نعم هي إعادة تموضع اسمه هذا، لأن المنطقة المتواجد بها الجيش طبعا ومن واجباته، ونحن من الجيش نحن نستمسك بالأرض ونحن نعض بالنواجد على التراب ولا ننسحب ولا أي شيء آخر، لكن طوال هذه المدة الدولة اللبنانية لم تمكن للجيش اللبناني ولم تزوده، والآن أنا معاشي 500 دولار، كان معاشي أيام رفيق الحريري 5000 دولار، خليتيني هلأ انفعل شوي يا ستي. الجيش اللبناني بإمكانه وبمقدراته وبعديده وبإمكانياته المتواضعة أن ينفذ ما قلت لك في سياق حديثي عن كل القرارات الدولية، نعم. يستطيع ليس فقط الانتشار، ويستطيع نزع سلاح الميليشيات كذلك، ويستطيع أن يؤمن الحدود اللبنانية على كامل تراب الوطن. هذا معناه بأنه التباين في تركيبة الجيش مثل التباين السياسي الذي نشهده ونلحظه في هذه الأيام في الحكومة أو في المكون السياسي اللبناني. أنا حقيقة أريد أن أنتقل بهذا السؤال إلى سيد هادي. سيد هادي، هذا التباين في منظومة الدولة اللبنانية وما يحدث الآن من جانب إسرائيل ودخولها أو محاولة دخولها برا إلى الأراضي اللبنانية، كيف يمكن أن يعزز من اللحمة الوطنية؟ كيف يمكن أن يخرج لبنان من العباءة الإيرانية، خصوصا بعد أن شاهدوا بأم عينهم بأنه إلى الآن إيران لم تقف بجانب الحزب، لم توفر جبهة إسناد إلى الحزب، سلمت زعيم الحزب؟ نعم، بطبيعة الحال اليوم يعني في غضون هذا التوغل البري أو ما يسمى بهجوم بري على الأراضي اللبنانية من عدو الإسرائيلي، هناك في الحقيقة يعني أنا أتكلم عن من اتصل معي من إخواني وأصدقائي من الطائفة المسيحية في رميش وعدد من القرى، يعني هم يتكتفون بطريقة يعني وطنية وهي مشهودة لهم لإخواننا في لبنان، لأنه لا يمكن أن نقف عاجزين مكتوفي الأيدي لوجه هذا الهجوم البري. واليوم الجيش اللبناني شئنا أم أبينا بكامل قدراته، سواء كانت قدرات عادية أو فوق الطبيعة، هو اليوم عليه والمسؤولية منوطة به لكي يواجه هذا العدو الإسرائيلي في وقت الإيراني، يعني اليوم بسبب ما فعله في لبنان، يعني الإيراني عفوا في لبنان لا استطاع أن يبني دولة ولا استطاع أن يبني مقاومة، يعني آخر شيء الإيراني قد ترك الساحتين وأصبح اليوم الجيش يعني يحارب بمن حضر من الدولة اللبنانية. عندما كنا نقول أن على حزب الله أن يسلم هذا السلاح للجيش اللبناني كانوا يخونوننا، اليوم للأسف هذا السلاح يعني ينتحر به بسبب العدو الإسرائيلي، كان الأفضل أن يكون بيد الجيش اللبناني. اليوم من ينتظر الجيش اللبناني ويشمت بالجيش اللبناني ويقول له نعم. فلنرى الآن ما تفعل يا حضرة الجيش في مقابل العدو الإسرائيلي، ما نعم. أنت الذي يعني كنت طيلة هذه المدة تساهم في إضعاف الجيش اللبناني من خلال قوى الأمر الواقع التي تحدث عنها الأستاذ فطار، ومن خلال هذه القوى الأمر الواقع الحكومة كانت تقب الباط دائما عن أفعال حزب الله في هذه المنطقة، لدرجة أن الجيش قد أصبح في موقع الضعف لأنهم هم يريدون أن يضعفوا الجيش اللبناني. اليوم الجيش هو ثقتنا، الجيش هو من يوحد جميع اللبنانيين من كل الطوائف، وندعو قائد الجيش لأن يكون هو بالمرصاد على هذه الطاولة، لأنه الوحيد الذي لدينا به الثقة الكاملة حتى انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان. نعم سيد خطار، يعني الجانب الإيراني عبر رئيسه بزشكيان عندما اجتمع بالجالية الإيرانية أثناء الجمعية العمومية للأمم المتحدة كانوا يستسألون معه، وهذا موقع يعني هذا متداول على السوشيال ميديا الفيديو، يسألونه لماذا لا تقدم إيران على اتخاذ أي خطوة تجاه إسرائيل طالما تردد هذه الشعارات منذ سنوات طويلة. هو يخشى، يعني كان رده غريب شوية صراحة في ظل هذه الأحداث، يعني هو يخشى من أن تتفكك إيران. سؤالي هنا، لماذا هذا الخوف من تفكك إيران وإيران لديها حسب ما يقولون استخبارات قوية، لديها أذرع في المنطقة، لديها جيش ولديها حرس ثوري إيراني؟ يعني هذه أعذار واهية. نعم. لأن هناك بسجة أيضا في إيران ما يسمى التابعة للحرس الثوري، وهي التي تقمع الناس منذ 2009 على الأقل إبان الثورة الخضراء، وعرفنا ماذا حصل مع مهزة أميني، رأينا قمعا لم يحصل في أي مكان آخر في العالم
حصل في إيران. إذن لماذا يقول ذلك الرئيس الإيراني الذي أتى لإرضاء الولايات المتحدة وللتفاوض مع الولايات المتحدة وفي آخر لحظة بدلا عن سعيد الجليلي الذي كان هو المرشح الأصلي؟ يقول ذلك لأن أولويات إيران، أولويات المرشد، هي على الشكل الآتي: واحد، بقاء النظام، ديمومة النظام، اثنين، البرنامج النووي، وبعد ذلك المشروع الإقليمي بما أمكن. الآن من الواضح على ما يبدو انقطع الاتصال. حونا بالأضرار، هذا جرى مع حماس في غزة ويجري الآن مع حزب الله في لبنان. على الأقل هناك الآن جناح في إيران إن شئنا، أو توجه في إيران للتأقلم، لمحاولة حماية النظام وحماية البرنامج النووي بأي ثمن، لأنهم يخشون في حال أصبحت الحرب الإقليمية أن يتم مس البرنامج النووي الإيراني. هذه هي الخطة. سأزيدك في العلم علما، هناك تصريح أخطر بكثير، هناك وزارة الخارجية الإيرانية التي تتكلم عن الحكمة في ظرف أصبح فيه حسن نصر الله في مرحلة من الأيام ينافس خامنئي على الزعامة، ربما لهذا أزحوه أيضا، لكن حتى الخارجية الإيرانية تتكلم عن الحكمة. وقائد القوة الفضائية في الحرس الثوري الإيراني يقول إذا خضنا حربا إقليمية يمكن أن تعيد إيران 20 سنة إلى الوراء. لماذا إذن فعلتم ما فعلتم بغزة التي دمرت كليا، ولماذا ستدمرون لبنان؟ لبنان يستحق الحياة، ولكن كما قلت سابقا حتى لا أحمل لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا أي فريق آخر، ونعرف أن إسرائيل عدو ويمكن أن تستهدف لبنان في كل لحظة من دون حجج، لكن المسؤولية الكبيرة تقع على اللبنانيين. أشاطر الأستاذ هادي والعميد يعرب القول الآن دقت ساعة الجيش اللبناني، وأي عذر خارج هذا المنطق يبقى من أجل تسهيل تدمير لبنان. نعم، طيب أرجو أن تبقى معي حضرتك والأستاذ هادي. سأشكرك أنا يا دكتور يا الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن الجانب الأمريكي، بعد قليل سيكون معنا طرف أمريكي أيضا ليشاركنا هذا النقاش. طيب أنا عطفا على الكلام اللي حضرتك ذكرته أستاذ دكتور خطار، ما هو مبررك للصمت الإيراني الآن؟ هل هي تعقد صفقة مثلا مع الولايات المتحدة؟ هل هي في محاولة الصبر إلى أن تصل إلى اختبار قنبلة نووية؟ هل هي فعلا تخشى بأن الاختراقات الإسرائيلية تسقط نظامها وتغتال خامنئي؟ ليه هي ساكتة لحد الآن؟ بتقديري يعني في العالم العربي هناك تركيز كبير دوما على نظريات المؤامرة، مرات يحصل تقاطع مصالح ولكن بعض المرات مكشوف. يعني عندما حطمت الولايات المتحدة نظامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونظام طالبان، هذا الذي أفاد إيران وجعلها تقفز لتكون قوة إقليمية كبرى. يعني هو كان حائط صد أمام إيران حقيقة للعالم العربي. نعم، ومنذ تلك الأيام إيران تستفيد من هذا السماح الأمريكي بين هلالين. الآن إيران استفادت كثيرا من حقبة أوباما، من الأموال التي أعطاها إليها أوباما بعد توقيع الاتفاق النووي، ويومها كان رهان أمريكي من أجل ابتزاز العرب عبر إيران، لنقل الأشياء كما هي. نعم. الآن وصل الأمر إلى أن إيران تريد أن تكون ليس فقط دولة حافة نووية، تريد أن تكون دولة نووية. وعندما بدأ النفوذ الإيراني يمكن أن يمس إسرائيل، يمكن، حتى الآن لم يمس إسرائيل كثيرا. الآن الولايات المتحدة تتنبه أكثر، وأيا كانت الإدارة في الولايات المتحدة، إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي أمريكا، وأمريكا هي إسرائيل بشكل أو بآخر، وهذا أيضا من المسلمات الجيوسياسية. ومن هنا إيران فهمت ذلك، ولذا كما قلت غيروا الرئيس في آخر لحظة بعد سقوط رئيسي، وجاءوا ببشكيان المعتدل أو المغمور بدلا من سعيد جليلي المتشدد، وكل خطابهم منذ ذلك الوقت يوحي بتحول. حتى سقوط إسماعيل هنية وسقوط حسن نصر الله كأنه لم يؤثر بهم، لأنهم ما يهمهم كما قلت
الأولويات عندهم. هل ستقبل الولايات المتحدة أم لا؟ هذا سيتوقف على الرئيس الأمريكي الذي سيأتي. حتى ترامب نفسه يقول أنه سيعقد معهم صفقة. المهم أيضا أن يكون هناك حصانة في العالم العربي، حصانة للدول، تنبه لعدم دفع الأثمان في أي صفقة. لكن حتى الآن إيران مجبرة على التراجع. حقبة النفوذ الإقليمي الإيراني بدأت بالغروب. بالغروب ولكن لم تنتهي، ربما تشرق يوما ما. لا أقول لم أقول أذرعها موجودة. بدأت تنتكس. وسنرى إلى أين ستذهب هذه الانتكاسة مع تطورات هذه المواجهة. طيب، ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. لماذا لا تتمكن الولايات المتحدة حتى الآن من إيقاف أو على الأقل منع اندلاع حرب إقليمية؟ هي تأخذ وعود من إسرائيل وتأخذ وعود من الجانب الإيراني، وربما الجانب الإيراني ملتزم أكثر يعني من جانب إسرائيل، ولكن ما الذي تخشاه واشنطن في هذه المرحلة، خصوصا بعد أن أعلنت إسرائيل بأنها تبدأ خطواتها برا على الجنوب اللبناني؟ تحياتي لك أستاذة تهاني ولجمهورك الكريم وللضيوف الكرام. أعتقد أنه يعني حسب ما يعلن المسؤولون الأمريكيون أن هدفهم الرئيسي هو الاستمرار في محاولة الردع، ردع إيران وربما أيضا ردع الميليشيات التابعة لها، من أن توسع نطاق الحرب إلى أكثر من ذلك، وأن تهاجم يعني إسرائيل بكثافة شديدة، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى الانخراط في هذه المعركة، خصوصا إذا تدخلت إيران بنفسها بقواتها الإيرانية. أتصور أنه هذا الحشد العسكري ووجود حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في خليج عمان، وتحرك منذ نحو 5 أيام حاملة الطائرات هاري ترومان من نورفولك في فيرجينيا إلى المنطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في البحر المتوسط، ثم حشد أيضا الإعلان عن إرسال يعني 4000، يعتقد أنهم أقل من 10000 جندي إضافي إلى المنطقة ليزيد العدد عن 40000 جندي كما هو معلن الآن. هذا يعني أن هذا كله محاولة ردع لإيران حتى لا تفكر في محاولة يعني مهاجمة إسرائيل. صحيح أن التصريحات الصادرة عن إيران الآن يعني ليست كذلك، بل هي تسير في اتجاه معاكس، ومع ذلك هناك خشية من أن يتوسع يعني القتال بسبب هذا الغزو البري الإسرائيلي الذي يقول الأمريكيون إنهم ضغطوا على إسرائيل حتى يكون محدودا وليس متوسعا. ومع ذلك لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في قادم الأيام، خاصة أنه الإسرائيليين على ما يبدو ومعهم الأمريكيين يعني يضعون خططا دفاعية ضد إيران إذا ما قررت في لحظة ما التخلي عن قرارها السابق وخوض غمار هذه المعركة. طيب، سؤالي لحضرتك سيد طارق، أولا أريد أن أسألك، واشنطن وافقت على العملية البرية وتفكيك وأكدت على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله. طيب، المعلومات الاستخباراتية إلى أي مدى شاركت فيها واشنطن؟ يعني حجم تدخلها في هذا الاختراق كان بأي نسبة؟ هذا على الصعيد الأول. الصعيد الآخر، هي لديها أقمار صناعية وتراقب كل التحركات، حجم المعلومات إن قدمتها لواشنطن لتل أبيب من الأقمار الصناعية، هل هي متأكدة بأن إسرائيل ستتمكن من دحض حزب الله على الحدود وتبعده إلى شمال الليطاني؟ طالما أعطته الموافقة، طالما أعطتهم الموافقة يعني. ليس بالضرورة، يعني هناك تقرير من الاستخبارات الأمريكية CIA يعني أعلن عن بعضه أمس مساء أمس، وهو يتعلق بأنه النصيحة للإسرائيليين بألا يقومون بغزو شامل في جنوب لبنان، حتى لأنه وفقا لهذا التقرير أنه ما زالت القوات الخاصة بحزب الله ما زالت متحصنة في التضاريس القوية، وما زالت هناك شبكة أنفاق سليمة يمكن أن تنتقل من خلالها الصواريخ والحافلات أيضا، بالإضافة إلى أنه التجارب السابقة تشير إلى أنه المعركة لن تكون سهلة حسب التقرير الأمريكي. وبالتأكيد أنه هناك مخاوف، وهي أعطتهم الموافقة لأنه هناك إصرار إسرائيلي على ذلك.
ربما لم تكن هذه رغبة الولايات المتحدة، لكن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة يتفق مع إسرائيل بكل تأكيد في أنه إضعاف حزب الله هو إضعاف لإيران، نعم. وأنه حتى تنتهي هذه الحرب وحتى يمكن طرح المبادرة الأمريكية للسلام، نعم. فإن هذا سيساعد في إقناع الإيرانيين وحزب الله ومن تبقى من قيادتهم بأنه يعني الأفضل لهم أن يتراجعوا إلى شمال نهر الليطاني. لكن بالتأكيد لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، ما إذا كانت إسرائيل سوف توسع نطاق حربها إلى الشمال بشكل أكبر، وهذه كلها في الحقيقة مخاوف أمريكية، لأنه آخر ما تريده أمريكا هي أن تتورط مرة أخرى في الشرق الأوسط، والجمهوريين مع الديمقراطيين جميعهم لا يريد تكرار ما حصل في أفغانستان والعراق مرة أخرى في الشرق الأوسط. طيب سأعود إليك دكتور خطار، يعني طالما أنك تطرقت لوجود العراق أيام صدام حسين، ما الذي يمنع الآن بأن يكون هناك مشروع عربي يسد هذه الثغرة؟ لأنه إذا تحدثنا إسرائيل لديها مشروع في المنطقة، إيران لديها مشروع واضح جدا في المنطقة بتوسعها بميليشياتها بزعزعة الأمن والاستقرار، ولا نغفل أيضا بأنه في قوة أخرى، يعني نتحدث عن دولة حلف الناتو تركيا أيضا لديها مشروع، فهل نحن مقبلين بعد كل ما يحدث الآن مواجهة سنية شيعية أو مواجهة ما بين إسرائيل لميليشيات سنية ربما تكون، لأنه طالما البعد أخذ بعد طائفي في المنطقة؟ يعني هذا سؤال جوهري، يعني حتى لا تسقط المنطقة في الفوضى التدميرية، أعتقد أن مرحلة ما سمي الفتنة السنية الشيعية أصبحت وراءنا، ومرحلة أيضا ما سمي الحرب ضد الإرهاب أصبح وراءنا، ونخشى تفتيت المنطقة. يعني لا شيء يمنع الآن، عندما نرى الوضع في العراق، لم يوحد العراق فعليا منذ 2003، عندما نرى الوضع في سوريا أيضا هناك مناطق نفوذ، لبنان مهدد كما قلت بكيانه إن استمر هذا التراخي الكبير. ولذلك نعم المشروع العربي حاجة لنسميه مشروع المصلحة العربية، لكن عليه ألا يكون رومانسيا. يعني لا يعني المشروع العربي أن يأتي دولة مثلا تحتاج مساعدات من الخليج وبعد إذن تشتم دول الخليج. لا يعني أنا أقصد مشروع عربي نفوذ عربي. المشروع العربي الفعلي، مشروع المصلحة العربية، أن يكون هناك تنمية في العالم العربي. أن نأخذ مثال المملكة العربية السعودية ودول أخرى صارت على خطى التنمية. التنمية الذاتية مهمة، بناء الإنسان العربي مهم، بناء التكنولوجيا في العالم العربي مهم. هذا الذي يمكن أن يعيد الحق للفلسطينيين. تحالف حل الدولتين الذي أعلنته المملكة العربية السعودية مهم جدا. المهم ترتيب البيت الفلسطيني مهم جدا ضمن المشروع العربي، ولكن كما قلتم المشروع العربي من العراق إلى سوريا إلى لبنان هو حاجة. هناك حاجة لترميم الوضع في العراق، لترميم الوضع في اليمن وفي لبنان وفي سوريا، في الدول التي حولتها إيران إلى هياكل دول، وهذه يجب أن تكون مهمة النخب في كل هذه الدول، وبالطبع مع دعم عربي ودولي. هذه المنطقة من العالم أصبحت بحاجة لاستقرار، لأن عدم الاستقرار فيها وبقاء العنف سيهدد السلام العالمي يوما. شكرا جزيلا ضيفي من باريس أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، وأيضا كان معنا من بيروت الناشط السياسي هادي مراد. شكرا جزيلا لكم جميعا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين. تبقى التغطية مستمرة لمتابعة حثيثة لكل التطورات على الصعيد الميداني. أنا تهاني الجهني أشكركم، دمتم بخير، في رعاية الله.